بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. وإيه اللي بيعمله محمد صلاح؟ سؤال الكل العالم بيسأله، مش كل المصريين، المصريين عارفين إن إحنا ابننا محمد صلاح اللي إحنا بنفتخر بيه كلنا الحقيقة، بنفتخر بهذا النجم العالمي الكبير الحقيقة محمد صلاح، وكلنا بنتمسح فيه الحقيقة لأنه يستحق كل تحية وكل تقدير. اللي بيعمله محمد صلاح شيء نادر، شيء غريب، شيء يستحق عليه التحية والفخر وكل شيء. The Egyptian King، زي ما كل جمهور نادي ليفربول النهاردة زي ما حضراتكم سامعين كده بيغني لمحمد صلاح. محمد صلاح يستحق كل التحية، يستحق كل التقدير، أرقام كثيرة جدا. والواحد يعني قد إيه الواحد بيبقى، يعني إحنا كنا قاعدين في المحطة النهاردة بنتفرج على المباراة، مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد. المحطة لما القناة هنا يعني كل الناس اللي موجودة كانت بتتفرج على المباراة، كل واحد في حتة وكل واحد في مكتبه وكل واحد قاعد. القناة هزت وقت ما محمد صلاح جاب الجون. أنا ما بشوفش ده بيحصل غير في مباريات الأهلي بس لما بنكسب، ما بشوفش ده غير في مباريات الأهلي هنا في القناة. النهاردة بتحس إن الأرض كلها اتشقت والناس قد إيه مبسوطة وفرحانة باللي بيعمله محمد صلاح. احنا لما اي حد دلوقتي بيكلم اي حد بره مصر او بيكلم او بيسافر، يعني مع ان السفر اقل كتير من الفتره اللي فاتت، ولكن احنا بنقول لهم احنا مصريين عشان عندنا الاهرامات وعندنا 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 رئيس بيعمل كذا وبيعمل كذا في البلد، وعندنا الحقيقه محمد صلاح. عندنا محمد صلاح اللي هو بيجيب بهدف واثنين وثلاثه في مانشستر يونايتد، هو النهارده اللي كسر مانشستر يونايتد، هو اللي عمل اسم كبير للاعب العربي، مش اللاعب المصري فقط، اللاعب العربي. محمد صلاح الحقيقة فخر لينا جميعا في كل اللي بيعمله. أرقام زي ما قلت لحضراتكم، الهداف التاريخي لأفريقيا في الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدف، ولسه الأرقام قادمة. كسر رقم دروجبا طبعا اللي كان 104 هدف. كلنا كنا بنبص لدروجبا ده ان صعب قوي ان حد يعمل اللي عمله دروجبا في افريقيا، ولكن زي ما حضراتكم شايفين الصوره التاج بينتقل من دروجبا لمحمد صلاح، وهذه هي كره القدم وهذه هي حلاوه كره القدم. ايه اللي بيحصل اللي محمد صلاح بيعمله ده؟ حاجه بجد الواحد مش لاقي كلام يقوله. قد ايه احنا كلنا بنبقى مبسوطين وفرحانين لما بنسمع ان نجم عندنا جاب جون في اي حته، فما بالكم ان محمد صلاح بيحطم كل الارقام القياسيه وبيحرز اهداف في كلها حلوه. يعني اي حاجه بيعملها محمد صلاح كلها بيبقى فيها فن وبيبقى فيها حاجه حلوه الحقيقه. هداف التاريخي لافريقيا في الدوري الانجليزي برصيد 107 هدف، اول لاعب من ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتاليه في مانشستر يونايتد في اولد ترافورد، أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في يونايتد جوه أولد ترافورد، والأول بشكل عام منذ رونالدو في مع ريال مدريد في 2003. أول لاعب من ليفربول يسجل في 10 مباريات متتالية. والحقيقة اللي مش شايف محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في هذا التوقيت يبقى ما بيعرفش كورة. إحنا لا نصادر على رأي حد في العالم كله، ولكن اللي بيعمله محمد صلاح ده بيجيب أجوان، بيعمل اجوان، بيساعد في الفريق. ده مش كلامي، ده كلام يورجن كلوب المدير الفني لمحمد صلاح اللي قال ان هو بيساعد كل الناشئين اللي موجودين وبيتكلم معاهم. محمد صلاح 28 29 سنه، وبالتالي هو له خبره كبيره في التعامل في مثل هذه الامور. بيتكلم مع اللعيبه، بيجيب اجوان، هداف الدوري الانجليزي، هداف ليفربول، حاجات كتيره جدا، هداف في كل حاجه الحقيقه. اصبح نموذج ملهم للعالم كله، العالم كله. أي حد، أي حد عنده ابن دلوقتي بيقول له بص محمد صلاح واقرأ قصة محمد صلاح. وأنا سعيد جدا 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 الحقيقة، وبشكر سيادة الوزير دكتور طارق شوقي على أنه هو حط محمد صلاح أو وافق على تدريس سيرة محمد صلاح في المناهج. لو صح هذا الخبر أنا بعتبره حاجة جميلة جدا جدا جدا، يجب عليها أن احنا نشكر دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. هو بيهتم بكل الرياضيين اللي موجودين الحقيقه، في الابطال الاولمبيين ذوي القدرات الخاصه، كل المبدعين في كل المجالات. ولكن بالنسبه لنا عشان كره القدم، ان محمد صلاح لاعب كره قدم،
لاعب كرة قدم، ولكن هو قصة نجاح، مثابرة، إيمان، عارف إن هو لما اتكلم امبارح او اول امبارح قال انا حاسس جوايا ان انا احسن لاعب، مش فارق معايا بقى اللي يقول يقول واللي ما يقولش ما يقولش، لكن انا جوايا حاسس ان انا افضل لاعب في العالم ونفسي اخد الكره الذهبيه، ما عنديش مشكله. الحقيقه يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير بجد. الواحد قد ايه مبسوط، الواحد كل واحد فينا عنده ابن بيقول له شوف محمد صلاح عمل ايه، شوف محمد صلاح من نجريج لغايه لما وصل بقى بالفعل افضل لاعب في العالم. السيكونس او الطريقه اللي مشي بيها من نجريج لمقاولين طنطا ولا مش عارف نادي ايه نادي ايه نادي ايه لغايه لما وصل لنادي المقاولين العرب وبعدين بازل السويسري وبعد كده اي حد، اي حد في الدنيا، اي حد ممكن ما عندوش شخصيه قويه في موضوع تشيلسي وان هو مشي من تشيلسي بعد 6 شهور اعتقد ان كان ممكن يتاثر وشخصيته تتاثر بشده جدا 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 في مثل هذا الامر. ولكن راح فيرونتينا، عمل ايه فيرونتينا؟ كسر الدنيا في فيرونتينا. من فيرونتينا راح روما بيعلى كسر الدنيا في وجود توتي. وخلي بال حضراتكم اصعب حاجه ان تلعب مع توتي. بعد كده راح ليفربول وبدا قصه نجاح ثالثه او رابعه. لان انا بعتبر ان كل مرحله في اللي بيعمله او اللي عمله محمد صلاح هي قصه نجاح. حقق كل البطولات اللي في العالم، كاس عالم للانديه، دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي، سوبر اوروبي، قول زي ما انت عايز تقول، هداف الدوري الانجليزي 3 مرات، مرتين والثالثه كان بينافس لغايه اخر اسبوع، ولغايه دلوقتي هو الهداف الدوري الانجليزي حتى الان. كل ما الناس تقول خلص بسم الله ما شاء الله بيعلى اكتر، كل ما الناس تقول خلص بسم الله ما شاء الله بيعلى اكتر، يعني بجد ربنا يحميه. واحنا فخورين، احنا فخورين ان احنا بننتمي لبلد جابت واحد زي محمد صلاح الحقيقه، لان المصري مختلف عن اي حد، زي ما حضراتكم شايفين، اول لما تفكر وتركز، تفكر وتركز صح، وتؤمن بقدراتك وتؤمن بنفسك، زي ما الرئيس دايما بيقول، الرئيس دايما بيقول الكلمتين دول. احنا عايزين نؤمن بقدراتنا ونؤمن بنفسنا عشان نقدر نغير البلد. وعشان نقدر نعمل اي حاجه. الدليل محمد صلاح، ده انا من عقل اللي بقول، الدليل محمد صلاح. من امتى حلمنا ان ممكن يكون عندنا لعيب في قيمه محمد صلاح وبالمستوى ده؟ سمعني يا سمير البروي كده عشان الحقيقه الواحد جسمه بيقشعر لما بيلاقي الجمهور الانجليزي، الجمهور الانجليزي ذا ايجيبشن كينج. اسمعوا بس حضراتكم واحنا بنتكلم كده، كل واحد قاعد ابنه جنبه يقول له بص قصه النجاح عامله ازاي؟ عشان توصل ان انت تسمع اسمك او الجمهور الانجليزي يتكلم عنك او يغني لك بهذا الشكل، حاجه جميله جدا. وحاجه الواحد بقول لك حضراتكم جسمه بيقشعر لما بيسمع الكلام ده. الواحد شاف الفيديو اللي معمول ده، دي الهتافات اللي حضراتكم بتسمعوها دي، ده دلوقتي جاي حوري لحضراتكم الفيديو، جاي من اولترافورد، من جوه ملعب الاحلام، مسرح الاحلام، ملعب مانشستر يونايتد، مش ملعب ليفربول. فالحقيقه الواحد مبسوط جدا جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم مثال كبير جدا جدا لقصه نجاح كلنا بنعتبرها بالفعل قصه نجاح تحتاج ان هي تدرس. وبالفعل استجاب دكتور طارق شوقي وعمل وحط محمد صلاح، وزير التربيه والتعليم طبعا حط محمد صلاح في هذا المنهج لانه بالفعل قصه نجاح. بصوا حضراتكم على الفيديو ده ونرجع نكمل تاني. ايه رأي حضراتكم؟ ما نفسكش ابنك يكون بيتغنى له كده؟ ما نفسكش ان انت كمصري يتغنى لك بهذا الشكل؟
حاجه جميله جدا جدا. الواحد لو شاف الفيديو ده 100 مليون مره جسمك هيقشعر برضه، لانه اللي احنا بنشوفه ده اعجاز يستحق ان احنا نقف قدامه. يعني ناس كتيره جدا تقول لي وايه رايك في اللي بيعمله صلاح؟ يا جماعه ما فيش حد في مصر يقدر يقول رايه في اللي بيعمله صلاح، لانه عمرنا ما وصلنا لهذه المرحله من الابداع الكروي والنجوميه الكبيره والضغوط. قول زي ما انت عايز بقى، في ضغوط كبيره جدا وكثيره جدا في انجلترا بقى، واللي بيحصل واللي حضراتكم عارفينه في كل مكان، الضغوط دي بتحصل على محمد صلاح 100% بتحصل على محمد صلاح. ولكن يظل دائما محمد صلاح هو مثال وقدوه لكل العرب وكل المصريين وكل العالم، وكل العالم كلنا الحقيقه بنفتخر ان احنا عندنا محمد صلاح، وعندنا رياض محرز، وعندنا اسماء، واشرف حكيمي، وعندنا اسماء كبيره جدا جدا. نتمنى ان كل اللاعبين العرب يبقوا في افضل حال، عمرنا ما بننسى الكلام ده. ولكن محمد صلاح في حته تانية، محمد صلاح مختلف تماما تماما عن كل هذا الكلام، وهو بالفعل يستحق ان يكون هو فخر العرب باللي بيعمله باخلاقه. خدوا بال حضراتكم، باخلاقه، بمبادئه، بالتزامه. يورجن كلوب لما سئل عن احترافيه محمد صلاح قال ايه؟ قال اول واحد بيجي التمرين واخر واحد بيمشي من التمرين من اوضه اللبس. قال افضل سفير لبلده. يعني كلام مهم جدا 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 قاله يورجن كلوب. وطبعا احتفالات كثيره جدا في متحف مدام توسو، معروف طبعا المتحف ده ومتحف الشمع، وتحس ان يعني طبعا بعض الكوميكس اتقالت على الموضوع ده. محمد صلاح قال لك انا يعني هو في مين فيهم الحقيقي؟ لانه شبهه جدا، تحس ان هو نسخه يعني حقيقيه. سبحان الله، يعني حاجه جميله جدا جدا، ويستحق التكريم في كل مكان هذا النجم الكبير والعاشق لبلده. بننتقده ساعات لمستواه وفي بعض المباريات، ولكن زي ما قلت لحضراتكم مش انا اللي بنتقده الحقيقه، لانه هو انا عارف كويس جدا ان محمد صلاح لما بيلعب في اي مباراه لمنتخب مصر الاعين كلها بتبقى رايحه على محمد صلاح، والباقي هو اللي بيجيب الجول. بيحصل ده، ممكن تكون خطه مدرب او طريقه لعب مدرب، ان انا كل الاعين المدافعين بتروح لمحمد صلاح عشان غير محمد صلاح يجيب اهداف في منتخب مصر. لانه الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح في العالم كله هو اعجاز يستحق التقدير ويستحق الاحترام. انا الحقيقه عايز اخلي الحلقه كلها اقدر اتكلم عن محمد صلاح، ولكن خليني اقول لحضراتكم النهارده كانت في مباريات كثيره جدا في اوروبا. برشلونه لكل عشاق ريال مدريد، انا منهم الحقيقه، لكل عشاق ريال مدريد. النهارده ريال مدريد كسب برشلونه 2-1 من الثلاثينات الحقيقه، اول مره برشلونه يخسر ثلاثة كلاسيكو ورا بعض. وكومان الحقيقه زي ما سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في موقف صعب جدا 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 في انجلترا وفي مانشستر يونايتد، النهارده ايضا كومان في موقف صعب جدا جدا لا يحسد عليه بعد خساره اليوم الحقيقه امام ريال مدريد. انتر ميلان برضو ديربي اخر، انتر ميلان متقدم على اليوفي، لسه هذه المباراه شغاله اعتقد، فاضل لسه فيها تلت ساعه و25 دقيقه. 1-0 للانتر. ايضا في الديربي الفرنسي مارسيليا وباريس سان جيرمان الكلاسيكو الفرنسي، حتى الان التعادل السلبي ما بين الفريقين. باريس سان جيرمان بقى بميسي، بنيمار، بمبابي، بكل المجموعه اللي موجوده، ومارسيليا ايضا بمجموعه اللاعبين الكبار اللي موجودين فيه، وحتى الان نتيجه 0-0. انتر ميلان متقدم على اليوفي في دوري الايطالي بهدف مقابل لا شيء. هنشوف ايه اللي هيحصل وهنبلغ حضراتكم طبعا اول باول. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان خلاص انتهت صفحه البطوله الافريقيه، خلاص دايما النادي الاهلي كده، النادي الاهلي موعود بكده، موعود ان انت تخلص صفحه تقفلها وتبتدي تبص على الصفحه اللي بعدها. الصفحه اللي فاتت كانت البطوله الافريقيه، ومن هذا المكان انا قلت لحضراتكم بعد المباراه الاولى ان فريقنا فريق قوي جدا جدا جدا، على الرغم من كل التدعيمات اللي جت ما لعبتش في المباراه الثانيه، ولكن شكل الفريق ما كانش كويس في المباراه الاولى ولا النص الاول من الشوط الاول في المباراه الثانيه، ولكن النادي الاهلي هو ده، النادي الاهلي هو ده طريقه النادي الاهلي، ان انا لما اركز واعرف اجيب واحب ان انا اجيب هكسب اي حد. حطني في المواقف الصعبه عشان اقدر اكسب واعمل،
حطني في الموقف الصعب، ادي محمد شريف وكهربا ولا وليد سليمان واللي عمله وليد سليمان وهطمنكم النهارده على وليد سليمان، ولا مجدي قفشه اللي راجع من جوازه ويعني ثلاث اربع ايام مع مراته ورجع على طول على المباراه وادى اداء رائع جدا، طبعا اتمرن قبلها خلال الفتره السابقه وهم مسافرين كان محمد موجود وبيتمرن مع الفريق وادى مباراه رائعه جدا، والنادي الاهلي الحقيقه قدم مباراه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه باستثناء 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه اللي دخل فيها الجون اللي دخل فينا الجون، وكانت النتيجه 2-1 لغايه الهدف اللي حضراتكم شايفينه هدف النجم قفشه الحقيقه في المباراه. ولا حسين الشحات لما نزل قلت لحضراتكم ان حسين من اللعيبه الكويسه جدا 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 ولسه راجع من اصابه، وقف على الكوره ودى الجون في حته وحط الكوره في حته ثانيه، اهداف رائعه واداء رائع جدا في هذه المباراه، وان شاء الله ان شاء الله. وكهربا يستحق لانه كان الافضل في هذه المباراه، الافضل من وجهه نظر النقاد وكذا وكذا، ولكن لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف ان كهربا لو رجع له مستواه زي ما شفناه في هذه المباراه هيفرق كتير جدا 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 مع النادي الاهلي، اختار كهربا دايما او جمهور النادي الاهلي اختار كهربا ان هو يبقى نجم هذه المباراه، وهو بالفعل يستحق النجوميه في هذه المباراه. والنتيجة هنا 5-1، ثم تأتي القضية من حمدي فتحي اللي كان لسه نازل برضه ويضع الهدف السادس، هدف رائع جدا، ولأول مرة الحقيقة يعني دايما أنا لما أجي أتكلم مع أي حد في أو أي جمهور فريق في العالم يحب إن فريقه يكسب 7 و8 و9 و10 و11 ما عندوش مشكلة، لكن جمهور النادي الأهلي امبارح كان عايز النتيجه تفضل كده وبيعتبروا ان كانت في كره بعد الكره دي بعد الهدف السادس، كره اتلعبت بالعرض وشالها المدافع لاعب نادي النيجر، وكهربا كان هيسجل الهدف السابع، ولكن الناس كانت متضايقه. انا كنت قاعد مع مجموعه كبيره من الاهلاويه مش عايز اقول لكم، الناس قالت لك لا خليها 6-1 كده، هي 6-1 حلوه، احنا بنحب رقم 6-1 ده، بالنسبه لنا رقم حلو جدا جدا جدا، وده اللي حصل. يعني الناس كانت زعلانه، الاهلاويه زعلانين طبعا، ولكن انا بتكلم لانه رقم 6 او النتيجه اللي حضراتكم شفتوها 6-1 دي محببه لكل الاهلاويه الحقيقه، فكلنا كنا عايزين المباراه تخلص 6-1 مش عايزينها تخلص 7، وده اللي حصل الحقيقه، وانتهت المباراه بست اهداف مقابل هدف، ان شاء الله فقل خير يعني للفتره القادمه، مش عايز حضراتكم تقلقوا، الحمد لله ربنا يكرمنا وعندنا مجلس اداره قوي جدا، عندنا مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى على أعلى أعلى مستوى، والجمهور بقى قبل كل دول وقبل الجهاز الفني وقبل وقبل وقبل، عندنا جمهور يعي تماما المسؤولية الملقاة عليه وعارف كويس قوي 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 إن دوره عامل إزاي، وهو بيوصل اللعيبة لإيه حتى من خلال السوشيال ميديا، حتى من خلال السوشيال ميديا بننتقد او الجمهور بينتقد في الوقت اللي يجب ان يتم انتقاد فيه الفريق، ولكن انتقاد لمصلحه الفريق، انتقاد لمصلحه فلان، ان انا بنتقد لاعب كجمهور النادي الاهلي بنتقد لاعب لمصلحه اللاعب ده، عمرنا ما بننتقد جمهور النادي الاهلي، عمره ما بينتقد اللاعب عشان حاجه تانية، ولكن جمهور النادي الاهلي بينتقد اداء لاعب جوه الملعب، هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده دايما اللي احنا مستنيينه من جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله قفلنا صفحه البطوله الافريقيه وهنبتدي بقى نبدا الدوري العام بشكل جديد وبفريق جديد او بمجموعه كبيره من الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي. لويس ميكيسوني هيبقى موجود او متاح ان هو يبقى موجود يوم الاربعاء القادم في اولى مباريات النادي الاهلي، ايضا بيرسيتاو موجود ومتاح ان هو يتم ضمه لقائمه النادي الاهلي في المباراه القادمه، ايضا حسام حسن، ايضا كريم فؤاد، ايضا احمد عبد القادر، ايضا عمار حمدي، كل اللاعبين الست لاعبين اللي تم ضمهم ممكن جدا يبقوا موجودين وممكن يلعبوا، محدش عارف ايه اللي هيعمله بيتسو موسيماني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في افتتاحيه الدوري العام المصري، افتتاحيه رائعه ان انت تلاعب نادي كبير زي النادي الاسماعيلي، اعتقد ان هي بتبقى افتتاحيه رائعه جدا، وانا متخيل ان احنا هنشوف كره قدم تليق الحقيقه سواء بالنادي الاهلي او بالنادي الاسماعيلي.
النادي الاسماعيلي عنده مدير فني محترم كابتن طلعت يوسف، عنده جماهيريه كبيره جدا جدا جدا، حتى لو ما فيش جمهور في الملعب ولكن ان شاء الله يبقى في 1000 و1000، فيبقى موجود جمهور الاسماعيلي وموجود جمهور النادي الاهلي، ونشوف بقى المبارزه ما بين الجماهير، المبارزه المحترمه، المبارزه كل واحد بيتكلم عن جمهوره وكل واحد بيتكلم عن فريقه، ازاي انا بحب الفريق ده وازاي اساند الفريق ده، وتشوف بقى مبارزه تاني في الملعب وخارج الملعب. بيتسو موسيماني وطلعت يوسف هيعملوا لنا ايه؟ دوري عام جديد هيبدا ان شاء الله بالنسبه لنا كنادي اهلي، هيبدا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. يعود الدوري العام بحلاوته بجماله وبكل حاجه حلوه في الدوري العام المصري. الدوري العام المصري دايما له نكهه خاصه وله اسلوب خاص وله حاجات حلوه كتيره جدا هنشوفها، ومع الفرق اللي موجوده ومع التدعيمات الكبيره اللي عملتها ال 18 فريق الحقيقه اللي موجودين في الدوري العام المصري، اعتقد ان الموضوع هيبقى يعني ان شاء الله حاجه كويسه جدا جدا، ونتفرج على الدوري العام المصري ويفوز النادي الاهلي بالدوري العام المصري رقم 43، لان النادي الاهلي من وجهه نظرنا الحقيقه واحد من افضل الانديه اللي موجوده، ان ما كان ان لم يكن الافضل ولكنه الافضل بالفعل على ال 17 18 فريق اللي موجودين. النادي الاهلي يمتلك افضل جهاز فني، النادي الاهلي يمتلك افضل لاعبين، قبل كل ده النادي الاهلي بيمتلك افضل جمهور متواجد الحقيقه واكثر جماهيريه متواجده في بلدنا، وبالتالي النادي الاهلي عنده كل المقومات ان هو ياخد دوري ان شاء الله، الدوري رقم 43. خلينا نشوف الاستعدادات النادي الاهلي لبدايه الدوري العام مع واحد من النجوم الكبار للنادي الاهلي السابقين ومدير الكره للنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا كابتن اسلام، ازيك انت عامل ايه؟ مساء الجمال، وحشني جدا. يا رب خليك حاضر. يعني دايما بنحب نشوفك ونسمع صوتك، ويعني دايما منور حبيبي يا اسلام، وانت دايما يا رب تألق دايما يا رب. ربنا يخليك يا كابتن سيد. كابتن سيد، بدايه دوري عام جديد، اعتقد ان النادي الاهلي استعد تماما لبدايه الدوري، وحضرتك سمعتك امبارح في قناه النادي الاهلي بتقول خلاص بنقفل الصفحه الافريقيه وبنبتدي بقى لصفحه الدوري العام المصري. بالتاكيد، يعني طبعا الدوري حاجه مهمه جدا على المستوى المحلي ومستوى البطولات اللي احنا بنخوضها، سواء كانت على بطولات قاريه او بطولات محليه. بطوله الدوري هي البطوله الام صح التعبير؟ نعم. البدايه هتبقى قويه جدا، وخصوصا انها جايه مع نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي له مكانه تاريخيه وكوره ومكانه في الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه كمان. فرحنا نامل يا رب ان احنا نكون موفقين فيها، ونكون باذن الله عند حسن ظن جمهورنا، ونبدا بدايه كويسه باذن الله. ان شاء الله. طمنا على احوال المصابين، وطبعا اولهم كابتن وليد سليمان. وليد الحمد لله خرج النهارده الصبح، الدنيا كويسه، يعني اخر اتصال بيني وبينه كان تقريبا الظهر كده. لا، الامور كويسه الحمد لله رب العالمين، يعني ممكن يبقى بكره فتره راحه كده ويخش معانا بعد بكره ان شاء الله كده، او يكمل بقى على حسب ما نشوف مع الدكتور احمد ابو عطيه، لكن الامور كلها كويسه طبيا. نعم. بقيه المصابين اللي موجودين يا كابتن؟ يعني الحمد لله 40، محمد الشناوي في تقدم ملحوظ جدا جدا في مدى استجابته للعلاج. نامل برضه ان شاء الله الرحمن ان ممكن على اسبوع من دلوقتي ولا حاجه يبقى فتره العلاج الطبيعي انتهت، وبقى فتره التاهيل على اول الشهر ان شاء الله ممكن يكون معانا، ده اللي احنا نامله يعني. لكن ان شاء الله الرحمن على كل الاحوال كاصابه فيها تحسن شديد جدا الحمد لله. الحمد لله ما فيش حد، المستشفى قليلة الأيام دي الحمد لله، يعني الدنيا كويسة، الجهاز الطبي برضه قايم بشغل رائع جدا الحقيقة، يعني الأمور إلى حد كبير كويسة. محمود متولي قدامه حوالي 10 أيام ويبقى موجود معانا كمان في التدريبات الجماعية، إن شاء الله الرحمن نكون موفقين بشكل كويس. على الأمور الفنية يعني برضه مع دخول السداسي اللي كان مش موجود في القائمة الأفريقية بحكم عدم فقدهم، يعني سواء كان بيرسي او لويس او حسام حسن او كريم فؤاد ومعاهم عمار واحمد عبد القادر هيكونوا موجودين معانا. بدايه صعبه جدا للدوري يا كابتن سيد مع الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم نادي الزمالك، فبدايه قويه جدا في ظل التدعيمات اللي عملها النادي الاهلي، زي ما حضرتك قلت 6 صفقات هيبقوا خلاص متواجدين ابتداء من النهارده او من امبارح بالليل بعد المباراه يبقوا موجودين. موسيماني اعتقد دلوقتي في موقف صعب جدا، بحيث ان هو موقف صعب بس هو حلو للمدير الفني، ان انت عندك
حيرة لذيذة يعني لكل المجموعة اللي موجودة يعني. طبعا دي مشكلة من المشكلات الإيجابية مش المشكلات السلبية، دي مشكلة دايما بتبقى مشكلة إيجابية. يعني أنت عارف في الوقت الحالي والضغط في المباريات واختلاف البطولات وتقارب الماتشات من بعضها بتستدعي لاعبين كتير قوي، كله يكون جاهز وكله يكون مستعد يعني. مع الفترة اللي جاية والسنة الجاية تحديدا يعني، وفترة المشاركة اللي هتبقى سواء كان على المستوى المحلي أو القاري، ودخول عدد كبير جدا من لعيبتك مع المنتخب الأول وكل اللعيبة حتى الأجانب معاك مع منتخبات بلادهم، فالمشاركات كتيرة، فكل ما كان التقارب مستوى كقايمة كاملة يعني أعتقد بيبقى ليك الأفضلية. لكن كل ده لازم يبقى فيه تركيز، لازم يكون فيه اهتمام، لازم يكون فيه دوافع بتبقى موجوده، لازم يكون فيه درجه من الاستعداد دايما موجوده يعني. ان شاء الرحمن يعني يكون عند حسن الظن ونبدا بدايه كويسه، واللي انا شفته السنه اللي فاتت في المباريات يخلينا نديك تركيز على تركيزنا اكثر واكثر، ان المباريات كلها تم مباريات صعبه سواء كانت مع فرق لها تاريخ ومكانه او كانت فرق لسه صعبه حديثا للدوري الممتاز يعني. اعتقد ان في فرق في الفتره الحاليه او في الدوري الحالي عامل بشكل كويس قوي، اعتقد ان المنافسه هتبقى صعبه جدا. انا عارف ان انت متابع كويس لكل هذه التدعيمات يا كابتن سيد، برضو عايز اعرف رايك ورؤيتك للدوري في ظل وجود فرق ممتازه جدا ومحترمه جدا وعندها قوه شرائيه قويه جدا، استطاعت ان هي تعمل يعني فريق من لا فريق الحقيقه. اعتقد من تحليلنا للوضع الحالي يعني ممكن تلاقي الواقع مختلف، لكن من تحليلنا للوضع الحالي اعتقد ان الجراه هتبقى موجوده في التريستان. الجراه وخصوصا الجراه الهجوميه، اعتقد ان في يعني في كره ممكن تبقى هجوميه بشكل كبير، مش هتعتمد زي زمان من فتره مش بعيده يعني، لكن كانت معظمها بيبقى في حته دفاعيه بحته. اعتقد ان دلوقتي هيبقى مع الموجود دلوقتي مع الارقام اللي احنا بنسمعها او اللعيبه اللي بتبقى موجوده دلوقتي، اعتقد ان ممكن يبقى في جراءه هجوميه في ماتشات كتيره قوي، هتزيد من حلاوه الدوري على فكره ديت، هتدي انطباع حلو يعني. لكن في النهايه انت كمان وانت داخل اي مباراه يعني هتبقى تركيزك وعينيك فوق الصراط زي ما بيقولوا بالظبط كده. كل مباراه هتبقى صعبه، كل مباراه هيبقى ممكن يحصل فيها حاجه ممكن ما تبقاش انت مبسوط بيها يعني، فحاله التركيز لازم تكون عاليه مع كل الفرق. نعم، مفاجاتين كبار جدا في دوري ابطال افريقيا يا كابتن سيد بخروج مازيمبي، والنهارده برضو بسيمبا التنزاني، برضو خروج سيمبا التنزاني اعتقد ان هي مفاجاه. اكبر دليل على اللي انا قلته امبارح في الكلام ان دي الادوار اللي الاستعداد فيها بيبقى قليل شويه، الاهتمام بيبقى قليل شويه، حاله التركيز بتبقى قليله شويه، عكس الادوار اللي بعد كده بيبقى فيها امور اهتمام اكتر، الفرق واسمها ومكانتها وتاريخها بتخليك مهتم بشكل كبير قوي، الناحيه التحكيميه، الملاعب، حتى النقل التلفزيوني، كل ده بيدي انطباع بتخلي الامور يعني رايحه في اتجاه ايجابي لكل الفرق يعني. مع الادوار الاولى ممكن تقع في الفخ يعني، النهارده سيمبا بيدي مثال حي اللي احنا قلناه، سيمبا بيكسب بره ارضه 2-0 2-0 وبعد كده بيخسر على ارضه 3-1 لحد الدقيقه مثلا تقريبا 82 او 83 خسران 2-1، ودي كفيله انها برضه تصعده رغم ان هو خسران على ارضه 2-1 بس كان كسبان بره 2-0. انا ما شفتش اللقاء اللي كنت متابعه، بس انا من وانت مغمض كده هتلاقي الاهتمام كان قليل قوي، هتلاقي ممكن يبقى فيها حاله ان انت بتريح عدد من اللعيبه، بتريح اربعه خمسه، انت كسبان بره ارضك. أيوة. بتيجي تصطدم بواقع. مازيمبي اعتقد ان حال كره القدم، الكره الجنوب افريقيه ليها سمات معينه، الكره الجنوب افريقيه لازم تحترمها جدا. أيوة. يعني وان يعني انا بقول رايي الشخصي طبعا، لكن في ناس كتير ممكن تختلف. وانت بتلعب جنوب افريقيا لازم تبقى تحت. سيمبا التنزاني برضه خروج سيمبا التنزاني اعتقد ان هي مفاجاه. اكبر دليل على اللي انا قلته امبارح في الكلام ان دي الادوار اللي الاستعداد فيها بيبقى قليل شويه، الاهتمام بيبقى قليل شويه، حاله التركيز بتبقى قليله شويه، عكس الادوار اللي بعد كده بيبقى فيها امور اهتمام اكتر، الفرق واسمها ومكانتها وتاريخها بتخليك مهتم بشكل كبير قوي، الناحيه التحكيميه، الملاعب، حتى النقل التلفزيوني، كل ده بيدي انطباع بتخلي الامور يعني رايحه في اتجاه ايجابي لكل الفرق يعني. مع الادوار الاولى ممكن تقع في الفخ يعني، النهارده سيمبا بيدي مثال حي اللي احنا قلناه، سيمبا بيكسب بره ارضه 2-0
2-0 وبعد كده بيخسر على ارضه 3-1 لحد الدقيقه مثلا تقريبا 82 او 83 كان خسران 2-1 ودي كفيله انها برضه تصعده رغم ان هو خسران على ارضه 2-1 بس كان كسبان بره 2-0. انا ما شفتش اللقاء اللي كنت متابعه بس انا من وانت مغمض كده هتلاقي الاهتمام كان قليل قوي، هتلاقي ممكن يبقى فيها حاله ان انت بتريح عدد من اللعيبه، بتريح 4 5 انت كسبان بره ارضك. أيوة. بتيجي تصطدم بواقع. مازيمبي اعتقد ان حال كره القدم، الكره الجنوب افريقيه ليها سمات معينه، كره الجنوب افريقيه لازم تحترمها جدا. أيوة. يعني وان انا بقول رايي الشخصي طبعا لكن في ناس كثيره ممكن تختلف. وانت نعم. بتلعب جنوب افريقيا لازم تبقى تحت في نص ملعبك دايما. ما تبقاش يعني فاتح الملعب لان الخطوط عندهم بتبقى مفتوحه مع مرور الوقت الخطوط بتتفتح اكثر. فحال ما بقولش تلعب على المرتدات لكن هم دايما بيلعبوا كره مفتوحه كره هجوميه، فانت لو كنت تحت مستوى الكره على طول اعتقد عندك زياده عدديه لما بتيجي تعمل المرتدات بتبقى بالنسبه لك احسن. مازن بيوقع في الفخ ده تعادل بره ارضه برضه 0-0 وكان مغلوب لحد الدقيقه 93 و55 ثانيه وكان الحكم موريتاني، انا اتفرجت على الماتش كله فلحد الدقيقه 93 و55 ثانيه جابوا جول التعادل حتى الحكم السنطره ما اتلعبتش اساسا يعني. ايوه حتى دي مفاجات، مفاجات الحمد لله ان احنا عدينا منها. لكن الكره العربيه فيها النصيب الاكبر، انت عندك دلوقتي اللي صعدوا 2 من مصر و2 الاهلي والزمالك، 2 من المغرب الوداد والرجاء، 2 من تونس الترجي والنجم، 2 من الجزائر وفاء الصيف وشباب بلوزداد، و2 من انجولا، وفرقه من غينيا اللي هي حوريه كوناكري، وفرقه من بوتسوانا. ده العدد الكامل ل 16 فرقه اللي صعدوا، والترتيب طبعا والتصنيف انت عارفه. لكن في النهايه يعني البطوله الافريقيه هي بطوله قويه جدا جدا، مراحلها هتبقى قويه جدا. أيوة. انت عندك نفس تاخده لان عندك المباراه الاولى في دور المجموعات في الاسبوع الثاني من فبراير. لسه بدري. لسه بدري شويه. طيب كابتن سيد، في دوري المجموعات تتمنى ان حد يبقى فريق معين يبقى معاك من الفئه الثانيه او من التصنيف الثاني، ولا انت مش فارق معاك اي حد؟ زمالك، حوريه، وداد، يعني سان داونز. سان داونز وداد لا، لكن سان داونز مثلا. والله بص، الحياه علمتني في الكره الافريقيه تحديدا ان هي مراحل، مرحلتنا كده ما تتمناش حاجه لان التمني فيها بيبقى ممكن يجي بحاجه صعبه شديده جدا عليك رغم ان هي ممكن تبان انها سهله يعني. يعني مثلا البطولتين اللي فاتوا احنا طلعنا ثاني المجموعه مظبوط، يعني اول واحده كنا اول مجموعه وقابلنا صن داون، ثاني مره كنا ثاني مجموعه وبرضه قابلنا صن داون. تمام. يعني هي ما بقولش مش فارقه قوي لكن ممكن صعودك كأول مجموعه يوديك في طريق مختلف تماما على لو صعدت ثاني المجموعه ويبقى بالنسبه لك اصعب بكثير يعني. فالحقيقه بتقول لك خلاص يعني انت خد التجربه كامله، يعني ما تعملش حسابات لحاجه، ما تقولش لا انا هبعد عن كذا واقرب من كذا واعمل كذا، اعتقد ان دي حسابات واحد مش بطل يعني، حسابات البطل اللي يقابلك في طريق انت في طريقك انت بتعديه ايا كانت بقى النتائج يعني. طيب كابتن سيد، شفت محمد صلاح ازاي النهارده بعد مش النهارده بس الفتره اللي فاتت في ظل الاداء المذهل الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح؟ والله انا شايف ان محمد صلاح هو احسن لعيب في العالم، يعني مش عايز اقول كلام عشان هو مصري زي يعني بتنتمي او بتفخر ان في واحد من مصر يعني عامل المردود ده على المستوى العالمي، لكن والله بلا اي نوع من المجامله او يعني المسانده يعني كده كمشجع او كمساند او كمصري زيه، انا شايف ان هو في مكانه ثانيه خالص بصراحه في الوقت الحالي يعني. يعني اعتقد لو مع حرص احسن لاعب في العالم اعتقد ان يعني هتبقى فيها يعني حاجه مش فير ولا عدل يعني. بقول لك ايه، مش عايز تديله 400,000 استرليني وتجيبه الاهلي؟ ولا غير 400,000 جنيه استرليني بس في الاسبوع على فكره، مش في الشهر او مش في السنه. كان امير يسافر انجلترا بعد بكره. هقول انا بكره في هذا الامر. طيب اخيرا يا كابتن سيد، رساله لو حابب توجهها للتحكيم المصري قبل بدايه الدوري العام، وخصوصا في ظل ان احنا شفنا
ماده جديده تم وضعها في التحكيم المصري. هي الماده موجوده في قانون التحكيم في الفيفا، ولكن هي تم وضعها السنه دي، اللي هي اعتراف الحكم هي اعاده المباراه. يعني لو حابب توجه رساله في هذا الامر. يعني بس انا هوضح حته، يعني طبعا الرساله للناس، انا متاكد ان شاء الله الدنيا هتمشي بشكل كويس والامور هتبقى كويسه والدنيا هتبقى الى حد كبير مقبوله ومعقوله، لان انت كمان عندك اداه مساعده يعني ما كانتش موجوده في الاول، هو الفار. بس يعني يا رب بس الناس تكون اتدربت بشكل كويس السنه دي على السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت يعني بطننا كانت بتوجعنا مع كل كوره يعني. مظبوط. ان شاء الله الرحمن الامور تبقى احسن السنه دي. فيما يخص البند اللي انت بتتكلم عليه، هو بند موجود اصلا يا كابتن اسلام. مظبوط. في الامور الفنيه، يا سوري، في الامور الاداريه او الامور اللي هي مرتبطه بالقانون، مش في الامور الفنيه. مظبوط. يعني انت لو واحد مثلا خد انذارين وفضل يكمل لعب، تمام؟ لو واحد في حاجه مثلا عامل غير عامل مش مساعد، يعني ازازه ميه مثلا الكره جت فيها مش عارف ايه، فدخلت حاجات في القانون لكن مش حاجات فنيه. يعني نعم. مش حد مثلا يعني شد واحد في الكره دخل يكون، فالحكم حسبها جون وهي مش جون كده، دي حاجات فنيه مش دي الحاجات المقصود بيها يعني. فما اعتقدش ان في حكم مهما كان درجه يعني التزامه او كفاءته او حاجه، يعني ان هو يطلع يقول لك في امور فنيه، لان هو مش هيقدر يطلع يقول الكلام ده يعني. مظبوط. الامور الثانيه هي امور في القانون، مش الامور الفنيه في شده او اوت او كورنر. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كابتن سيد على سعه صدرك وعلى وجودك معانا، شكرا جزيلا. النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره في النادي الاهلي. يعني حاولنا ان احنا النهارده نجيب من الكابتن سيد رؤيته للفتره القادمه، والرؤيه بتبان في كل الكلام. الحقيقه كابتن سيد لما بيجي يتكلم كل جمهور النادي الاهلي بيحب يسمعه، لانه بيتكلم بمنطقيه وبواقعيه واضحه جدا جدا جدا. فانا بشكر طبعا النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره في النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بيت الكبير اخبار النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي. موسيماني يحاضر لاعبي الفريق استعدادا لمباراه الاسماعيلي. دايما زي ما قلت لحضراتكم الخبر ده بيبقى متواجد، لانه دي طريقه تحفيز موسيماني لكل اللاعبين ايه اللي هيعملوه خلال المباراه القادمه، سواء بان هو يتكلم عن النادي الاسماعيلي او يتكلم عن طريقه اللعب اللي هيلعب بيها النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. ايضا النجم الكبير كابتن وليد سليمان بيغادر المستشفى، وطمنا على الكابتن وليد سليمان من الكابتن سيد عبد الحفيظ في المكالمه في الانترو. وعايز اقول لحضراتكم ان وليد الحمد لله زي الفل، هو كان تعبان شويه الحقيقه وما كانش قادر يتكلم، ولكن الحمد لله هو زي الفل، وبقى النهارده الحمد لله من شويه اتكلمنا معاه ووصلنا ان احنا عرفنا ان هو زي الفل وكله تمام. وزي ما سمعنا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله بكره او بعده على حسب بقى ما يقرر الدكتور احمد ابو عبله يكون متواجد في التمرين ويطمن عليه كل جمهور النادي الاهلي. وليد من الناس كلها بتحب وليد سليمان زي ما بتحب كل لعيبه النادي الاهلي. ايضا وليد سليمان نفسه بيطمئن الجماهير الاهلي بعد خروجه، بيقول انا الحمد لله كويس، من خلال الفيسبوك قال هذا الكلام. والكابتن مستر بيتسو موسيماني قال لوليد سليمان أتمنى لك الشفاء العاجل. وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله كل الأمور زي الفل. وليد سليمان يظل دائما في قلوب كل الأهلوية الحقيقة، وخصوصا قد إيه الناس كانت امبارح يعني زعلانة جدا على اللي حصل في ظل التألق الواضح ووجوده في الملعب لأول مرة منذ فترة طويلة أن هو يبدأ المباراة. لكن وليد سليمان أداه وقدود، وإن شاء الله بكرة يكون أو بعده بالكثير إن شاء الله يكون متواجد ومتاح إن شاء الله لمباراة النادي الإسماعيلي. أيضا الشناوي بيستكمل برنامجه العلاجي، وزي ما قال الكابتن عبد الحفيظ نأمل إن هو يكون متواجد مع الفريق بداية الشهر القادم، يعني كمان كام يوم إن شاء الله يكون متواجد مع النادي الأهلي. موسيماني بيقول أو بيجتمع مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، وكان الاستعداد لدراسة بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة القادمة. كابتن سيد طبعا زي ما سمعناه قال أغلقنا صفحة أفريقيا للتركيز في مباراة النادي الإسماعيلي.
واخيرا نجمنا وفخر العرب محمد صلاح قال حتى يعني تصريحاته حاجه جميله جدا. قال ايه؟ قال الفوز بخماسيه على مانشستر يونايتد امر رائع، وهدف ليفربول التتويج بكل الالقاب. قال ايضا محمد صلاح انه سيطرنا على المباراه تماما وحاولنا لعب كره القدم الخاصه بنا، واعتقد اننا نجحنا في ذلك اليوم. وقال طالما استمر الفريق في الفوز انا سعيد، الهدف الاول كان يمكن ان اذهب بمفردي للمرمى لكنني فضلت اعطاء الكره لكيتا. لقد فزنا بالدوري الانجليزي منذ عامين، لذا فنحن نعرف ما يتطلبه الامر للفوز مجددا. يا رب كل الامنيات الطيبه للنجم الكبير ولنادي. الناس كلها بتحب ليفربول دلوقتي عشان محمد صلاح، او معظم الناس. ايضا اختتم كلامه محمد وقال نحاول الفوز في كل مباراه ونحاول الفوز باللقب، نحتاج لنلعب للفوز بكل شيء، ومن عقولنا منذ فتره ما قبل الموسم نحتاج الفوز بالدوري، ونامل ان نذهب او ان نستطيع ان نحقق ذلك. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه واداء رائع جدا جدا، اسيستات ماشي، اهداف ماشي، ان انت تقعد مع لعيبه وتفهمهم الدنيا ماشيه ازاي ماشي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسك ويعني يخليك لمصر الحقيقه النجم الكبير ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح. طيب هطلع فاصل، ولكن عايز اقول لحضراتكم النهارده عندي مين. النهارده عندي في الجزء الثاني من هذه الحلقه بعد هذا الفاصل هيكون معايا احد نجوم النادي الاهلي الغير مصريين، هو تونسي الجنسية ولكنه مصر الهوية الحقيقة، بيحب هذا البلد بشكل كبير جدا جدا، مش كلامي ولكن كلامه، وأيضا كل جمهور النادي الأهلي بيحب هذا النجم الكبير. النجم أنيس بوجلبان هيكون ضيفنا في البيت الكبير بعد قليل. والحقيقة أنيس سواء كان لاعب أو كان مدير فني أو مدرب أو حتى رؤيته وعينه حلوة جدا، لأنه هنتكلم معاه عن علي معلول وعن ديانج وعن أسماء كثيرة جدا جدا كانت موجودة في النادي الأهلي بسبب هذا النجم الكبير وعشقه وحبه لجمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا النجم الكبير كابتن أنيس بوجلبان، وزي ما قلت لحضراتكم وكالعادة الحقيقة ابعتوا لنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي بوجلبان في البيت الكبير، ده الهاشتاج اللي هشتغل عليه مع حضراتكم. وطبعا في اخر كل فقره وفي اخر كل سيجمنت هاخد كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها للنجم الكبير انيس بوجلبان. بوجلبان في البيت الكبير ده الهاشتاج اللي موجود معانا النهارده، وبوجلبان بعد هذا الفاصل في البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، حلقه مختلفه لانها مع نجم مختلف. الحقيقه دايما متعودين ان احنا بنحب كل المصريين ونحب كل اللعيبه اللي في لعبوا في النادي الاهلي والمصريين، ولكن انيس بوجلبان مختلف لانه عاشق للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي عاشق لهذا النجم الكبير. الحقيقه اللي هيكون ضيفنا النهارده هو مش ضيف، هو الحقيقه برضو احنا بنعتبره او كل جمهور النادي الاهلي بيعتبره ان هو صاحب بيت في النادي الاهلي. ازيك انيس؟ اهلا وسهلا بيك. منور ومشرف، ويعني قد ايه الواحد سعيد ان انت موجود معايا النهارده. والله وانا اكثر اسلام، طبعا مده ما شفتكش، يعني عندي مده ممكن من 2008 ما شفناش بعض. سعيد جدا ان يكون موجود معاك في قناه النادي الاهلي. سعيد جدا كيف اني نسلم على كل الاهلاويه عبر القناه، والحمد لله انه كل مره نجي فرصه ان نجي نكون موجود في مصر الا ولازم يعني تكون لي اطلاله في القناه الحمد. طبعا لانه الحقيقه انت مش متخيل جمهور النادي الاهلي عامل ايه على السوشيال ميديا الحقيقه لوجودك معانا النهارده، لان انت بتحب النادي الاهلي فكل جمهور النادي الاهلي بيحبك. خلينا نطلع نشوف تقرير عن انيس بوجلبان ونرجع نكمل. كثيرون هم اللاعبون الاجانب الذين ارتدوا قميص الاهلي على مر تاريخه. بعضهم تشعر وكأنه ولد في القاهرة وترعرع بين جدران مختار التتش، وأصبح ابنا من أبناء النادي الأهلي يلبي النداء متى يشعر أن النادي يحتاجه. لكن المثير للدهشة أن هناك نجوما تخطت حالة عشقهم للأهلي سنوات الفراق أو الرحيل عن التتش أو الاعتزال. من هؤلاء اللاعبين التونسي أنيس أحمد بوجلبان، لاعب وسط الارتكاز بالأهلي والمنتقل من صفوف نادي الصفاقسي عقب نسخة دوري أبطال إفريقيا 2006، والتي تعد البطولة الأغلى في تاريخ عشاق القلعة الحمراء بعد هدف أبو تريكة الشهير في الدقائق الأخيرة.
سنوات احترافه في النادي الأهلي شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الإفريقي عام 2007 ودوري أبطال إفريقيا عام 2008. ويعد أنيس بوجلبان أحد أهم لاعبي الجيل الذهبي في القلعة الحمراء، حيث زامل العديد من اللاعبين المتميزين أمثال محمد بركات، فلافيو، محمد شوقي، عماد متعب وجيلبرتو. ورغم أنه لم يلعب مع الأهلي سوى 3 مواسم فقط منذ عام 2007 حتى عام 2009، إلا أنه استطاع أن يضع اسمه في قائمة المتوجين بالبطولات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي. كان لبوجلبان تأثير كبير في تقديم العديد من اللاعبين المميزين للقلعة الحمراء، كما قام بدور وكيل لاعبين للنادي الأهلي بانتقال أليو ديانج لاعب الوسط الأهلوي وكذلك مواطنه علي معلول إلى كتيبة الشياطين الحمر، والذي يواصل تألقه مع الأهلي على نفس وتيرة مواطنه بوجلبان، حيث يعد من أهم اللاعبين في الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة. طيب، حديث مهم جدا وكلام مهم جدا قاله التقرير، ولكن خليني أعرف منك يا أنيس، يعني حبك للنادي الأهلي وعشق جمهور النادي الأهلي الأنيس، يعني خلينا نحب، يعني على رأي الناس اللي كاتبه، خلينا احنا طبعا كلنا بنحب تونس، تونس دي بلدنا التانية دائما يعني، ولكن كل جمهور النادي الأهلي بيحب التوانسة عشان خاطر الأنيس بوجلبان. الحمد لله. يعني شوف إسلام، يعني أي حد يتعدى بالنادي الأهلي إلا ويقعد ديما يعني وفي المكان، لأنه بصراحة يعني في النادي أول حاجة تعرفت على نجوم كبار، إني يعني كنت محظوظ إني جيت في جيل اللي فيه لاعبين كبار، وجيل كان عمل صناعة ربيع منتخب مصر والنادي الأهلي. ثاني حاجة كيف السيستم داخل النادي والاحترام والتقدير اللي تلقاه سواء تكون لاعب أو حتى لما تبطل الكرة، هذه الكل يخليك طبعا تكون متعلق بالنادي وتحاول أن تكون ديما وفي للنادي. الحمد لله يعني التقرير أول حاجة، بارك الله فيكم على التقرير، لأن التقرير تقرير يعني فيه عديد، فيه كثير من الوفاء والتقدير، وهذه حاجة تحسب للنادي الأهلي. علاش نقولوا علاش لاعبين اللي تعدوا بالنادي الأهلي يقعدوا ديما مربوطين بالنادي؟ لأنه كما قلت لك يعني داخل النادي فيه احترام وتقدير يخلي أي حد يقعد وفي النادي. أنيس، برضو أنا دايما بحب أسأل السؤال ده، بدأت كرة القدم إزاي في تونس؟ يعني حياتك كانت البداية إزاي لغاية لما بقيت أنيس بوجلبان؟ بديت صغير، يعني عمر 10 سنوات في صفاقس، كنت في فريق صغير في احنا نقولوا في تونس حومتي يعني. لكن أول إجازة مضيتها في النادي الصفاقسي، أنا يعني كل الابن الشرعي واحد من ابناء الشرعيين للنادي، لاني ابن مدينه صفاقس وابن النادي الصفاقسي. كان لي شرف انه تدرجت يعني في شبان النادي الصفاقسي، لين بديت اول مباراه لي كان سنه 97 في الفريق الاول، والحمد لله يعني الحمد لله اني اول ما وصلت للفريق الاول في الصفاقسي، الاول تتويج كونفدراليه الافريقيه 98 كنت موجود فيه، اول بطولة عربية 2000 كنت موجود فيهم. الحمد لله يعني إنجازات كانت كبيرة في، وممكن أكثر الأجيال اللي تحصلت على الألقاب وأكثر قائد فريق ملقب هو، لأن يعني الحمد لله أنيس بوجلبان عنده أكثر ألقاب كقائد فريق في الصفاقسي. جيلنا 2004 ل 2006، من 2002 2006 أكثر جيل توج بالألقاب في الصفاقسي، وبعد يعني 2007 بداية رحلة أخرى وتتويجات أخرى مع النادي الأهلي. طيب، دايما في التوانسه يقول لك الترجي الدوله، او هم يعني ما بييجوا يندهوا يقول لك الترجي الدوله او بيشجعوا الترجي الدوله، هل ده بيقلل من الانديه الاخرى لانه الترجي هو الفريق الاكبر الاقوى، ولا انت شايف ان لا الدنيا احنا الصفاقسي ده نادي برضو كبير؟ لا احنا كبير يعني، ففريق كبير جدا، صح انه ترجي ممكن عنده اكثر الالقاب، لكن نادي الصفاقسي يعني فريق المدينه، فريق الاقل حاجه يعني المدينه فيها
مليون ساكن، يعني عنده شعبيه كبيره، فريق متحصل على عديد من الالقاب. احنا في تونس اربع فرق كبيره، الترجي، النادي الافريقي، ديربي يعني ديربي العاصمه، والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي، اربعه الرباعي يعني اكبر الفرق في تونس. فالصفاقسي يعني فريق من الفرق الكبار في تونس، ويعني وانجازاته على المستوى الافريقي خير دليل. يعني تشوف ممكن نادي الصفاقسي في تونس ماهوش قاعد ياخذ في برشا القاب، لكن برا تونس بطولات عربيه ولا افريقيه موجود. وهنا السؤال يطرح نفسه، يعني علاش نادي الصفاقسي متميز خارج تونس اكثر من تونس؟ سؤال يعني سؤال مهم، لو تقدر تجاوب لنا عنه. يعني سؤال مهم، لكن قلت لك يعني يعني تعرف يعني في احنا من الفرق اللي كيركزوا على لقب، يعني نادي الصفاقسي كيركز على اللقب، من يخلط الهدف نتاعو. يعني كي نحطوا فكرنا على لقب نتحصلوا عليه ولا نوصلوا للنهائي في الدوري التونسي، تعرف فما في حاجات اخرين يعني خلاف الكوره. شوف النادي الصفاقسي في تونس لما يكون نفس مستواه مع الترجي ولا مع فريق كبير ما ياخذش الدوري، لازم يكون اعلى. هذاك علاش مره في الثمانية وتسعة سنوات نادي الصفاقسي ياخذ الدوري، لانه لازم يكون اقوى من المنافسين الكل باش يتوج باللقب. تمام، انت عشت برضو لحظات متناقضه جدا، يعني كنت مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي في مباراه الصفاقسي الشهيره، يعني هدف ابو تريكه، وبعدها بسنتين فزت باللقب مع النادي الاهلي في 2008 بلقب البطوله الافريقيه طبعا في 2008. تناقض غريب، ونفسي اعرف مشاعرك في هذا التناقض. مشاعري في شنو؟ في الاثنين، ازاي يعني ازاي عشت كده وازاي عشت كده؟ لا يعني 2006 كانت لحظه صعبه. طبعا اسلام، كنت موجود مع النادي الاهلي، ممكن حتى التغيير كان غريب، نذكر ممكن اسلام انا اللي كنت ابدا وهو خلى عبد الله اللي يبدا. فكانت لحظات صعبه، يعني شوف انت الفرحه الكبيره اللي كانت عندكم تصورها، الحزن اللي كان عندنا احنا، يعني هذه عادي. لكن بعد سنتين الحمد لله انه توجت باللقب هذا، واللقب هذا كبير برشا، يعني لقب تشامبيونز ليج الافريقي وقتها كان عنده اهميه كبيره لي انا، والحمد لله انه توجت به الحمد لله. فاكر اخر مدرب كان موجود في الصفاقسي وفاز ببطوله الدوري معاكم للعب النهائي؟ نهائي كان اسمه ايه؟ سويسري ديكاستيل، ميشيل ديكاستيل. طيب عايز يقول لك حاجه، بس خلينا نطلع نشوف فيديو بسيط ونرجع نكمل. سالي اليس، سي الكوتش ديكاستيل، جيسبر كو تو فا بيان. جي ابري اوسي كو تو في لو ميتيي دانترينور، جو تو سويت بلان سوكسي. جو مي رابيل ان تو كا صفاقس بلان دو سوفونير افيك توا، لي فيكتوار، لي تيتر et surtout la bonne ambiance. Vous resterez tous dans mon cœur. Je me rappellerai toujours de vous. Bravo. Ciao. طبعا ما فهمتوش اسلام. لا انا اقول لك الترجمه، قول لنا انت الترجمه. هو طبعا بيرحب بيك طبعا، وبيقول لك ما انساش الايام اللي كان خد فيها بطولات مع نادي الصفاقسي، وما ينساش والانتصارات، وما ينساكش، بيقول لك يعني ان انت بقيت مدرب ويتمنى لك التوفيق. صح والله، برافو عليك. خلي يعني وليت مدرب ونتمنى لك التوفيق، وانه يعني طبعا ديكاستيل راهو من المدربين اللي يعني حطوا بصمه في الصفاقسي، تحصلنا معه العديد الالقاب، مدرب ناجح جدا. كنت معاه يعني ممكن الايام اللي كان هو موجود مدرب، من احسن فترات حياتي في الكوره، لانه مدرب ذكي وتكتيكي، وتحصلنا معه العديد الالقاب. طيب خلينا نروح بقى للنادي الاهلي، كيفيه انتقال انيس بوجلبان من نادي الصفاقسي للنادي الاهلي؟ يعني اسلام يعني ما كانتش مبرمجه يعني وقتها للامانه. اتصال جاني من الكابتن حسام وقتها، حسام البدري، كابتن حسام البدري كان مدرب مساعد مدير الكره في نفس الوقت، سالني على عندك شي رغبه تلعب في النادي الاهلي. وقتها كانت بعد النهائي الافريقي، كان عندي عروض في السعوديه، وخاصه في السعوديه مع مدرب تونسي. فقلت له طبعا، قال لي شويه ويكلمك مدير التعاقدات. طبعا المدير التعاقدات وقت المهندس قدلي عدلي القيعي،
اللي اتصل بي وما ممكن يوم يومين لقيت نفسي ماضي يعني من تونس، بعث لي العقد مضيته رجعت له العقد بالفاكس قال لي مبروك، قال لي مبروك انت وليت من النادي الاهلي. ويعني كان يوم السبت يوم الاحد مشيت للمطار باش نسافر، ممكن اسلام طرفه ممكن ما حكيتهاش قبل انه وصلت، ما كنتش نعرف انه مصر لازم نمشي لها بالتاشيره. ما كانش معك تاشيره؟ ما كانش معايا تاشيره. وصلت قال لي مدير المحطه قال لي رايح فين التاشيره؟ قلت له انا ما نعرفش في تاشيره. قال لي كيفاش ما تعرفش؟ كيف؟ فقلت وصلت مصر؟ لا انا في تونس. مدير محطه مصر تونس. مصر الطيران. فقلت له انا انيس بوجلبان. قال لي كابتن انيس تفضل. وطبعا كابتن المهندس عادل القاعي كانوا منظمين كل شيء وتعديت وحطني يعني القدام، لانه من وقتها بديت نفهم شنو النادي الاهلي. في طبعا نعرف يعني بعثوا لك الفيزا في ساعتها طبعا على طول يعني كل شيء كل شيء في وقتها يعني الحمد لله كان جاهز. مساعد السفاره التونسيه طبعا. طبعا. طيب قول لي اتخذت كم بطوله مع النادي الاهلي انيس؟ ثمانيه بطوله افريقيه. ثمان بطولات يعني البطوله الافريقيه، بطوله افريقيه، السوبر الافريقي، ثلاثه دوري ثلاث مرات دوري يعني الحمد لله. كاس 4-3 وسامة حسني. كاس مصر يعني ما شاء الله. فاكر الماتش ده 4-3؟ طبعا. الماتش كان غريب. الماتش هذا ماتش غريب جدا. كنا احنا اللي ليدنج يعني احنا اللي المفروض نكسب الماتش. دخل فينا جون عبد الزكي وبعد كده متعب وبعد كده ابو تريكه من احسن مباريات. هذيك ممكن من احسن مباريات اهلي وزمالك، لانه اول حاجه نهائي كاس يعني مباراه مهمه جدا لان فيها لقب، ثاني حاجة كثرة الأهداف والتسابق والتلاحق خلى مباراة يعني ما تنساش يعني في التاريخ. وأسامة جاب جونين جامدين جدا في الآخر. أحمد صديق لو فاكر أحمد صديق عملهم له وجاب جونين حلوين قوي. بعد سافرنا لأبيجان فاكر؟ أبيجان الماتش أسك. أسك نلعب أسك هناك. قعدنا 10 أيام وكان أسك عنده 14 سنة ما خسرتش كان اول مكسب لينا بعد 14 سنه ظهر لي 1-0. كانت فتره مهمه جدا. دور مانويل جوزيه معاك برضو لانه هذا الرجل بالنسبه لهذا الجيل اعتقد ان له دور كبير جدا ودور مهم جدا. لا دوره مهم جدا لانه ممكن اسلام حاجه اخرى. اول ما وصلت للنادي الاهلي اجتمعت به طبعا بالمدرب ومع الكابتن حسام البدري، فقال لي نتابع فيك من 2004 من نهائي ضد الاسماعيلي. الاسماعيلي من 2004 بطوله العربيه نهائي كنا لعبنا الصفاقسي ضد الاسماعيلي وكسبنا بضربات الجزاء. من وقتها قال لي انا جبت النادي الاهلي قائد. وقت اللي مدرب اول يوم يجي النادي الاهلي يقول لك انا جايب قائد فريق في وسط كوكبه النجوم الموجوده نعرفهم طبعا، ابو تريكه وبركات وسلام الشاطر وجمعه والحضري يعني الاسماء كبيره وشوقي وحسن مصطفى. فالكلمه هذه طبعا تعطيك معنويات كبيره يعني اول يوم تدخل النادي الاهلي وتعرف النجوم الموجوده في النادي الاهلي ويقول انا جبت كابتن، طبعا هذه اعطتني شحنه كبيره. وانا مدرب يعني قوي ممكن جيل هذيك ممكن شاف انه الجيل هذاك كان ناقصه واحد لعيب تكتيكي كيف انيس بوجلبان. هذاك علاش الحمد لله جيت وكنت اساسي رغم انه يعني انا لما كنت اتكلم مع رئيس النادي الصفاقسي نقول له عندي عرض في النادي الاهلي يقول لي النادي الاهلي فيه اربع لاعبين في وسط الميدان في منتخب مصر يعني انت هتعمل ايه؟ فقلت له خليني نشوف يعني خليني نجرب حظي كما نقولوا احنا. كنت بتلعب دايما يا انيس؟ بتلعب الحمد لله. بتلعب دايما لغايه لما عقدك انتهى ومشيت. مواقفك بقى مع مانويل جوزيه ايه؟ انت حاضر بعد ما يقفل ولا ما خدتش اصفار؟ الاصفار اللي كان دايما بيديها للعيبه خدته ولا ما خدتش؟ هو بيديها لاحسن لعيبه. هو هذا اللي يعني نتذكر اول مباراه ظهر لي مباراة مش عارف أول مباراة ثاني مباراة، فلما دخل بين الشوطين يتكلم على أبو تريكة يقول له زيرو يونيثي. خلاص إذا كان اليوم يتكلم على أبو تريكة بالحدة هذه فما فيش حد هيتكلم. فيش حد هيتكلم. صح ولا صح؟ مظبوط. خلينا ناخد بعض السوشيال ميديا برضو. حنان بتقول لك أهلا بك يا كابتن أنيس في بيتك ومصر كلها منورة بوجودك وأنت من النجوم اللي حببتنا في تونس وأهل تونس. زينب السيد نورت بيتك ومكانك بنحبك برشا برشا يا ابن الاهلي الحقيقي. برضو نورت بيتك
حسام بيقول نورت بيتك ودايما في قلوب كل جمهور النادي الاهلي اللي بيحبك وبيحترمك ولك تقدير كبير قوي عندنا. محمود عفيفي مفيش ترشيح للاعبين جدد لسه هنتكلم في النقاط دي. احمد موسى منور بيتك يا كابتن اخبار الصفقات اللي انت مخبيها لنا ايه؟ طيب مصطفى كرم مساء الخير على كابتن انيس وكابتن اشكرك ماذا فعلت حينما سؤال حلو جدا من مصطفى كرم بيقول لك ايه اللي انت عملته لما قفشه جاب الجون في مباراه الزمالك في القاضيه ممكن 2-1 عملت ايه كنت فين واشرح لنا يعني بقى الموقف وقتها كنا مسافرين كنت انا مدرب الصفاقسي وكان عندنا مباراه في افريقيا فشفت الهدف كان عالم يعني الهدف التوقيت والجماليه فيعني كانت فرحه كبيره اتبسطت جدا طبعا عصام بيسالك منور القناه عايزين هديه جامده كده زي معلول وزي ديانج ماشي اهلا بيك في بيتك يا وش الخير وشكرا انك عرفتنا على احسن لعيبه علول وديانج ودايما يا رب منور وجمهور الاهلي بيرحب بيك احمد الشيخ ابن الاهلي البر المحبوب لاعبنا الكبير ابن تونس الخضراء النجم الكبير انيس بوجلبان اهلا ومرحبا بك في بيتك ووسط اهلك وناسك احمد اللي بيقول جرابك في ايه المره دي يا نجم مش هقبل بحاجه اقل من ديانج الاصيل عمرو عموري جمال بيقول الاصيل ابو جلبان ايه اكتر ماتش بتحبه اثناء لعبك في الاهلي اكتر ماتش حبيته وانت بتلعب في الثلاث سنين اللي لعبتهم في النادي الاهلي احسن ماتش رغم اني ما يعني الاهلي والزمالك نهائي الكاس 4-3 نهائي الكاس ماتش ما يتنسيش بصراحه يعني في يعني صح انه مباراه الكوتون سبور الكاميروني كان في لقب افريقي كبير لكن الماتش 4-3 من احسن المباريات اللي الفرقتين كانوا كويسين الحقيقه جدا الماتش كان حلو قوي وانت قاعد بتتفرج عليه تبقى مبسوط ان انت قاعد بتتفرج على الماتش ده وان انت شاركت فيه صح من احسن المباريات لما جه جون بتاع ابو تريكه يعني انت كنت احنا عمرنا الفتره دي تقريبا يعني عمرنا ما حسينا احنا ممكن نتغلب كان ايه اللي مخليك دايما حاسس بكده يا انيس ثقه في زمايلك طبعا والناس اللي معاك بصراحه يعني حتى مره نذكر مباراه نلعب ضد اتحاد اسكندري 80 ولا 85 فجاتني كره طولتها جوزي لا بتعمل ايه قال لي مش تعمل مازال بدري خمسة دقائق ومتعب جاب فثقه في اللي حواليك وطبعا تيشرت النادي الاهلي بيعطي ديما يعني باور لاي يعني اي فريق نتصور انه لما يلاعب النادي الاهلي في الجيل 2007 و6 و5 و8 يعني ديما عنده يعني يقولوا احنا بالفرنساوي اسوندو يعني اسبقيه على اي فريق حلوه الكلمه انت قلتها تيشرت النادي الاهلي دايما ايه القصه في الموضوع ده لانه ناس كثيره تقول لك ايه اصله انتوا بتقولوا اي كلام الاهلاويه لا مش اي كلام لا طبعا انت يعني شوف يعني ترجع لتاريخ النادي الاهلي ولا الفرق الكبيره يتعدى ممكن بمواسم ما فيش جيل كبير ولا ما فيش فريق قوي لكن باسم النادي وتاريخ النادي والتيشيرت يعني حتى تبدا انت وياه نفس المستوى مع فريق فنيا في الفتره هذيك ولا في المباراه هذيك فانت تكسب لانه طبعا في ثقه فيه ثقافه داخل النادي يعني في فما نوادي كبيره متربيه على الالقاب وعلى الانتصار حتى ما تبداش في يوم كبير فنيا تعرف تنتصر وهذاك هو ما تنجمش تكون صدفه صعب ان تكون صدفه سعيد بيقول لك اللي بيحبوا النادي الاهلي احنا كمان بنحبه واحنا بنحبك برشا جدا يا كابتن انيس خلينا نطلع فاصل الاول ونرجع نكمل مع نجمك الكبير كابتن انيس بوجلبان اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن انيس يعني طبعا زي ما عشت لحظات جيده في النادي الاهلي لكن كان هناك لحظات صعبه في النادي الاهلي اشرح لنا برضو الفتره دي اللي حصل فيها الثلاث سنين دول لحظات صعبه لما خسرنا طبعا النهائي 2007 ضد النجم الساحلي كانت لحظات صعبه للامانه لانه يعني بس كان ده فعل فاعل يعني اي لما تذكر احمد شديد وكورتين اللي عملهم المفروض ضربتين جزاء وبركات في الذهاب وبركات في الماتش اللي هناك يعني لما تخسر النهائي وكنت قبلها خاسر نهائي ف
فدي حاجه يعني ما كانت سهله، كان اسبوع صعب، خسر ساعتها مع الصفاقسي يعني صعب صعب، كان اسبوع صعب، لكن نشوف انه حاجه اخرى انه ممكن في تونس وقتها في الفتره هذه اول تونسي يلعب ثلاثه نهائيات في ثلاثه مواسم مختلفه. والحمد لله انه 2008 كنت يعني في اول تونسي يلعب في النادي الاهلي، واول تونسي يعني في ارقام تحسب حتى جدا. حتى كان خسرنا اللقب لكن هذم ارقام تقعد موجود، انه ثلاثه نهائيات مختلفه بزوز الوان فرق مختلفه. ففي طبعا في كل مسيره لازم تتعدى بالصعب، وفي الصعب وفي الحلو، الحلو الالقاب، المش حلو الهزيمه، يعني هزيمه لقب او اي مباراه تكون مهمه. طيب مين اقرب الناس اللي كانوا او اللاعبين اللي كانوا ليك في الفتره دي؟ اكيد كنت دايما بيبقى ليك حد قريب منك في النادي الاهلي ولا النادي الاهلي؟ والله شوف، ممكن اسلام حاجه اللي تميز النادي الاهلي. انا اول ما اول اسبوع دخلت وفي يعني من اول تمرينه حسيت وكاني عندي سنين في النادي، يعني حتى من اول اسبوع بعد التمرين فاكر اسلام السندوتشات تجي وناكل. احكي الحاجات دي الناس بتحبها. لا يعني كان كل مره حد يجيب سندوتشات للفريق الكل، فريق طبعا ومجموعه العمل اللي والعمل الكل موجودين، وكنت خلاص تعودت بالفول والطعميه. اول مره ناكلهم في مصر كليتهم في النادي الاهلي، كيف كيف حسام عاشور اللي كان يجيب لي الجبنه البيضاء. حسام عاشور بيلعب مكانك نفس المكان، بحبه جدا يعني حسام، وحسن مصطفى ومحمد شوقي اللي للدقيقه هذه يعني كل مره بيعمل انجاز نكلمه ونهنيه، لانه محترمين جدا. حتى من بعد ما لعبتش مع حسام غالي، لكن قعد كان بيتدرب معانا وقعد ديما علاقتي به كبيره. يعني في النادي الاهلي ما فماش فيش مشكله انه انا واسلام نفس المركز، يعني لا لازمنا نكون بالعكس، ممكن نلعبوا نفس المركز ونكونوا حبايب واكثر، وهذه تتميز النادي الاهلي. فاول اسبوع حسيت وكاني عندي سنين في النادي، ما تضحك مع 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 النجوم الكبار، مع حضري، مع ابو تريكه، مع وائل جمعه، وكاني نعرفه من سنين معناها. وهذه الحاجه اللي تسهل، اللي تخليك من اول ما تخش معاهم في الملعب ما تحسش انك بعيد ولا يزمك وقت اقلم، تدخل على طول، خاصه ان اللغه العربيه واحنا يعني عاداتنا مش بعاد على بعضنا. هذا كل ساعدني باش الحمد لله انه فتره التاقلم ما تطولش، يعني من اول اسبوع. من اول اسبوع. طيب معانا برضو فيديو خاص لكابتن انيس، واحد برضو اللي بيلعب، هو مش حسام ولكن واحد من اللي كانوا بيلعبوا مكان كابتن انيس، نشوف قال ايه ونرجع نكمل. يا انيس وحشني يا انيس، والله من احسن الناس اللي لعبت معاها طبعا في النادي الاهلي، وشرف ليا اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان نجم كبير. بتمنى لك كل التوفيق في حياتك، وانت انسان وشخص جميل. سعيد اني لعبت معاك واني عرفتك من الناس التوانسه المحترمين جدا، اللعيبه الكبار اللي حققوا في النادي الاهلي بطولات كتيره وكان ليهم بصمه في نص ملعب النادي الاهلي، وانا اتشرفت كاينو اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان. بتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي، وانت من الناس المحترمه، وانت في بلدك الثانيه طبعا في مصر، ان شاء الله دايما موفق ونشوفك في احسن حال وتحقق بطولات كتيره زي ما كنت لعيب، نشوفك كناحيه اداريه ان شاء الله محقق كل البطولات. حبيبي واخويا انيس بوجلبان معتزين. لا اينو ده قصه، اينو ده جميل. من احسن الناس، من اطيب الناس، وبصراحه يعني اينو من الناس اللي بتواصل معهم على طول، لانه انسان بيدخل قلبك بصفه رهيبه يعني بصراحه. نتمنى له حتى هو التوفيق، عارف انه مدير فني، وان شاء الله يعني اكيد كما كان لاعب مميز، وان شاء الله باش يكون مدرب كبير، لانه اينو عنده كل المواصفات يعني كلاعب ولا تو حتى كمدرب، لانه فنيا لعيب مميز جدا، تكتيكيا كيف كيف ما شاء الله على تسديدات اينو يعني من اخر الدنيا بيجيب الجوان. فنتمنى له كل توفيق، وطبعا يعني من الناس القريبه جدا لي اينو. انيس الفتره دي كان في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الوطني واللي بيلعبوا معاك في النادي الاهلي، تعاملك مثلا مع ابو تريكه، مع بركات، هل في تواصل حتى الان مع وائل جمعه؟ لما بتشوف وائل جمعه مثلا اصبح مدير المنتخب المصري، وبتشوف قبله بركات كان مدير المنتخب المصري، عماد النحاس مدير فني المقاولين العرب، سيد معوض كان مدرب منتخب مصر، فبالتالي اسماء كثيره جدا، بتشوف الحاجات دي ازاي؟
بكون سعيد جدا. عارف ليه اسلام؟ لانه جيل اللي عاصرتهم كنت موجود معاهم، اليوم ما شاء الله موجودين يعني في الرياضية موجودين، كل واحد في مكانه، في اللي اختار التحليل متعب مثلا ما شاء الله متعب رئيس رابطه الانديه المحترفه في مصر، ومميز يعني مميز في تحاليل كيف كيف ابو تريكا، وائل جمعه اللي من التحليل توا مدير المنتخب وما شاء الله عليه، وكلهم بتواصل. صحيح انه مش تواصل يومي، لكن لازم في المناسبات لازم نبعث ونسال عليهم كيف كيف. عماد النحاس ما شاء الله واحد من احسن المدربين حاليا في الدوري المصري. سيد معوض قصه اخرى يعني كما انه ايه القصه بقى؟ لا يعني حبيبي جدا زاد السيد والله. سيد يعني كل اسبوع تواصل معاه، لانه يعني سيد بيتحب، انت تعرف اكثر مني يعني زميلك سيد عشره عمر. بركات كيف كيف بركات، بس مش ما حاولت اتصل بيه كتير. ما بيقفل موبايلاته على طول، على طول نجم ونجم كبير. لا هو كده العلم، هو طول عمره طول عمره من ساعة ما الموبايلات دي اخترعوها هو قافل تليفونه. طب جايبه ليه يا ابني؟ هتعذبنا معاك ليه؟ فاهم يعني فظيع لغاية دلوقتي بيعمل كده نفسه يعني. فقلت لك الجيل لما تشوف زمايلك وكلهم موجودين في الوسط الرياضي، طبعا هذا أول حاجة يبين إنه جيل كان ناجح، لانه كل واحد فاش اختار وكلهم مازالوا موجودين. وثاني حاجه طبعا الكفاءه، يعني اليوم اسلام في قناه النادي الاهلي مش من فراغ، لانه فما كفاءه او متعب يحلل او فكلهم طبعا يبين الجيل هذاك علاش نجح، لانه متميز رياضيا وحتى بعد الرياضه يعرف يختار طريقه. دلوقتي انيس بيعمل، انا عارف ان انت المدير الرياضي لنادي اهلي بني غازي، اشرح لنا برضو الفتره دي، لان انا عارف ان انت كنت مدير فني، وبعد كده بعد ما بقيت مدير فني نادي الصفاقسي تحديدا، وكنت ماشي يعني. انا كنا بنتابع دايما انيس، كنا عارفين ان هو يعني بسم الله ما شاء الله يعني كسبت الترجي وكسبت كل الانديه الكبيره كلها. صح. ومع الصفاقسي. مع الصفاقسي. بعد كده مشيت لسبب او لاخر وجابوا مدرب اسباني مش عارف ولا سويسري حاجه كده. اسباني. قعد شهرين ثلاثه ومشي. بعد كده رحت اهلي بني غازي، فكرنا باللي بيحصل ده. يعني الحاجه الباهيه في اللي انا بعد ما بطلت كوره فما اشتغلتش في، يعني اشتغلت في كل شيء في الرياضه. يعني في فتره كنت محلل في تونس في قناه طبعا تونس، في اشهر برنامج رياضي لحد الرياضي، وفي اشهر اذاعه في تونس. يعني دربت، كنت مدرب مساعد طبعا في الصفاقسي، بيت مساعد، وبعد خذيت الفريق وخدمت كيف كيف كمدير رياضي. ممكن الحاجه المميزه في انا اللي نقدر نخدم، معناها ما اخترتش مجال بس، يعني ما كنتش مثلا مدير فني فقط او مدير رياضي فقط، عملت بالكل والحمد لله. يعني كي تشوف فما نجاحات كمدير رياضي، لانه كي تشوف حتى في فتره الصفاقسي والنادي يعني كان فما لاعبين جاوا ونجحوا. احنا كيفاش نقيسوا انه مدير رياضي ناجح ولا ساعه؟ والحاجه بالنسبه لنا مدير رياضي بالنسبه لي مهم، واهم حاجه انه يكون يعرف يعمل سياسه رياضيه للفريق، ويعرف يختار الاشخاص، يكون فريق. ويكون فريق يعني. وممكن هذه انت لسه كنت بتقول لي ان نادي اهلي بني غازي هيبقى منافس لكل في البطولات الافريقيه خلال طبعا اللي جاي. انا يعني اتفاقي مع رئيس النادي ان ثلاثة اربع سنوات لازم يكون قوه عظمى في افريقيا، واحنا نخدموا عليها. يعني نخدموا عليها ايش معنى؟ يعني قاعدين نشتغلوا على انه عملنا سياسه رياضيه على حسب امكانيات النادي. ممكن النادي ما تعرفش، ممكن الناس ما تعرفش في مصر انه نادي اهلي بني غازي عنده استثمارات كبيره. يعني النادي ما يعيشش من شخص، يعيش من موارد النادي، وهذه حاجه مميزه. ما دام الاموال موجوده لازم تجيب العقول والناس اللي تفكر. فانتدابي كان المشروع هذا، المشروع على ثلاثة سنوات، وان شاء الله مش ننجحوا، لانه اول حاجه يعني السياسه الرياضيه واضحه بالنسبه لنا، اختيار اللاعبين. احنا اول ما وصلت جبنا لعيب يعني ساديو كانوتي، لاعب منتخب المحليين مالي للفريق، وجبناه بمبلغ، ومن بعد يعني ثلاثة شهور يعني بعناه يعني الفريق سيمبا سبور باكثر من ضعف المبلغ اللي اشتريناه. وهذه ممكن معنى هذه الحاجات اللي
تحسب للمدير الرياضي اختيار اللاعبين، لانه قبل ممكن الفريق كان يجيب من الدوري المصري، من الدوري التونسي، من الدوري المغربي، توا ولينا نجيبوا طول من 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 افريقيا وننجحوا انه نسوقوا اللاعبين. وهذه ممكن يعني الحاجه اللي تميز انيس بوجلبى. الناس ممكن هنا في مصر اسلام كل نتكلم اصل النقطه دي مهمه جدا طبعا عن علي معلول وعن ديانج وعن اسماء كان انيس ليهم ليه السبق ان هم يكونوا موجودين. حاجه برك يعني اسلام، ممكن الناس قلت لك رابطين اسمي في مصر بالصفقات، انا ممكن الناس ما تعرفش لان عمري ما اشتغلت وكيل، يعني حتى يعني انا بنصح الا النادي الاهلي والنادي الصفاقسي فريقي. يعني النادي الصفاقسي كيف عديد اللاعبين نجحوا، معناها ديدي ندونغ اليوم يلعب في الدوري الفرنسي، كنا جبناه بمبلغ صغير بعد سنتين مشى لاوروبا. فالفريقين هذو بس ونختار فنيا، لانه النادي الصفاقسي يعني فضله كبير عليا، النادي الاهلي كيف فهذو هما الاثنين الفرق اللي نختار، لاني ما عمري لاني لو كنت وكيل ممكن نبيع الفرق الكل صح ولا. فانا اختياراتي الفنيه واكثر اني ننصح، لانه نعرف ممكن اللاعب اللي يتماشى وامكانيات النادي الصفاقسي او النادي الاهلي طبعا. وانت شايف ان من الممكن ان انت تلاقي لعيبه خلال الفتره اللي جايه يبقوا موجودين في النادي الاهلي مثلا خلال الفتره اللي جايه؟ لو شوف كيف هو اسلام، يعني كيف تصير يعني لو طلب مني يعني من اداره، طبعا من اداره النادي، انه نتابع يعني كيف احنا نتابع اللاعب في مكان معين ولا في بطوله معينه، ما عنديش مشكله، لانه كما قلت لك يعني الفرق انه نعرف نختاروا اللاعب اللي يتماشى مع امكانيات الفريق. هذه هي النظره، هذه هي اللي ممكن الناس تدفع عليها في فلوس كثيره، لانه مو سهل يعني تجم يعني باش تجيب لعيب في مكان وتجيب يقولوا احنا في المكان المناسب وبالسعر المناسب، هذه هي المعادله الصعيبه. طيب قبل بس ما اطلع فاصل برضو اخد بعض الكلمات اللي حضراتكم كاتبينها للكابتن انيس. سعيد منصور بيقول او سيد منصور بيقول لعيب محترم وجمهور الاهلي لن ينساه وبنحبه برشا برشا كتير النهارده برشا. علي حسني او عليوه حسني بيقول مرحبا بك يا ابن تونس على ارض الاهرامات الاربعه، هرم خوفو وخفرع ومنقرع والنادي الاهلي ماشي على علي النجار. والله العظيم جسمي اشعر لما شفتك يا كابتن انيس، افتكرت ايامك الحلوه. جيمي بيقول نورت بيتك يا كابتن انيس. داليا الكابيتانو بتقول اهلا بك يا كابتن انيس منور مصر. وسؤالي لكابتن انيس، هل بالفعل تم العرض عليك للعمل في النادي الاهلي او هناك مشروع عمل مع النادي الاهلي؟ وتحياتي لك يا كابتن اسلام. هل ده حصل؟ لا رسمي مازال للامانه، بس طبعا يعني شرف لينا، يعني اي واحد يعرض عليه منصب او مكان في النادي الاهلي يعني اكيد مش يكون سعيد جدا يعني. دكتور احمد، انيس بوجلبان من انضف اللعيبه اللي مروا على النادي الاهلي، من اي لاعب يستمر حبه حتى بعد رحيل انيس من القلائل المخلصه المحترمه؟ شكرا انيس. نانا موافي بتقول مرحب بيك برشا نورت بيتك الاهلي. بوجلبان وعلولو هم فرع الاهلي في تونس، اهلا بيك انيس منور مصر. وسؤالي ليك يا كابتن انيس، الراجل الجدع اللي ملوش محمود الشعير بيقول لك ايه، الراجل الجدع اللي ملوش مرتجع، بنحبك يا ابن الاهلي، نتمنى نشوفك في المكان في النادي الاهلي. هنشوفه ان شاء الله. دايما حب اللي بيحب النادي الاهلي بيشتغل للنادي الاهلي في اي مكان، سواء جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن انيس، يعني دايما الاحاديث بتتقال ان انيس بوجلبان له دور في استقطاب بعض اللاعبين للنادي الاهلي، وكان ليك تصريح الحقيقه كبير جدا منذ فتره قصيره، قلت فيه ان لا يوجد لاعبين في الدوري التونسي حاليا يستطيعون الانتقال للنادي الاهلي. هل قلت كده فعلا؟ ومين اللعيبه الاكثر لعيبه جبتهم او الاثنين لعيبه اللي انت جبتهم وعملوا شغل كويس جدا مع النادي الاهلي؟ يعني انا قلت انه في الفتره هذه ما فيش لاعبين يعني، ممكن لعيبه او اثنين، لكن طبعا ديما على حسب احتياجات الفريق. جبتهم كما قلت لك يعني اسلام، يعني النادي الاهلي لما
يطلب رأي الفني في أي لعيب طبعا، أو يطلب مني أني نتابع على لعيب طبعا، ما عنديش حتى معناه مشكلة، بالعكس يعني، لأنه علاقتي طيبة بالموجودين حاليا في النادي الأهلي ولا حتى اللي قبلهم يعني، دي طبعا العلاقة كلها جيدة بالكيان يعني، بالناس أي حد طبعا يبدأ كابتن سيد موجود، فالعلاقة تكون أكبر كيف كيف يعني، أمير توفيق يعني أو اللي قبلهم يعني للأمانة يعني، أو الكابتن طبعا الكابتن خطيب اللي نتمنى له الشفاء إن شاء الله، إذا يطلب مني رأي الفني فالحاجة اللي ممكن الحاجة اللي تحسب الأنيس بوجلبان إنه ما يعني نقوله صادق في خلاف إنه الحمد لله إنه العين موجودة ولا الخيارات الفنية في أغلب الأحيان 90% تكون صح وفي وقتها، وهذا كان ينقص الفريق الصدق والأمانة يعني، ما فيش يعني شفت أنت، نتصور إنه في ناس كثير يعني حاولت إنه تدخل أو، لكن مش أي حد يكون له، إذا ما يكونش ثقة كبيرة فيه وإذا ما يكونش معروف بوفائه صعب جدا، فعادي نقول إنه الكلنا على ذمة النادي الأهلي في أي حاجة طبعا، أي حاجة تطلب مني نكون موجود، لأنه بصراحة يعني قلت لك إنه اثنين فرق فقط اللي ننصح واللي نحاول إنه النادي الصفاقسي اللي تربيت فيه والنادي الأهلي، هذوما فقط، باقي معناها بعيد كل البعد على المجال هذا، لأنه مجال ما هو سهل، وأنا أكثر فكري للإدارة الفنية مدرب، لأنه الحمد لله حكيت أنت إسلام على الصفاقسي نجاحيته، حتى قبلها يعني قبلها كنت دربت في اتحاد بن قردان في تونس درجة أولى، قبلها في الدرجة الثانية في تونس في حماد، وكانوا نجاحات في، مشيت حتى للدوري اللبناني، ممكن الناس ما تعرفش، الناس حصرت أنيس بوجلبان في الخيارات في الاختيارات أو الصفقات، لكن ممكن اللي ما يعرفش السي في يعني، ولا ما يعرفش أنه بعد ما كملت كورة دربت كثير، والحمد لله أنه نقولوا أنه 90% من التجارب ناجحين، فلما تكون التجارب الفنية ناجحة، لما أشوف أنه الصفاقسي الموسم الفارط كان ثم صعوبات مالية وصلت الترتيب الثاني ومنافس حتى على الدوري، فهذا يخليك عندك ثقة أنه فما في حاجة يعني، في حاجة لأنه يعني مش سهل أنك تدرب فريق في حجم نادي الصفاقسي وتكون مدرب أول في ظروف صعيبة شوية، الحمد لله. الحاجة هذه خلتني نحب جدا الملعب وكيف كيف يعني، لأنه نحس أنه إن شاء الله نقدر ننجح، وإن شاء الله أنا مصمم إني إن شاء الله ترجع للملاعب إن شاء الله. بمناسبة الصفاقسي برضو، أحد حبايبك برضو في نادي الصفاقسي، خلينا نطلع نشوف نجم من نجوم نادي الصفاقسي ماذا قال عن النجم الكبير كابتن أنيس بوجلبان، ونرجع نكمل. السلام عليكم، تحية كبيرة كابتن اسلام، تحية كبيرة أخرى لخويا وصديقنا والكابتن السابق أنيس بوجلبان. عشرة طويلة تقسمنا نفس الغرفة في نادي رياضي الصفاقسي، الحمد لله تعدينا بأحسن الفترات الحقيقة، وفزنا ببرشا بطولات. نتمنى له كان التوفيق توا في إن شاء الله في مهنته التدريبية جديدة، نطلعوا لبرشا حاجات إن شاء الله، ربي يوفقه وربي يعطيه ما يتمنى. احنا في قبل ما نرقدوا اسلام، كابتن اسلام مثلا تاخو حبوب باش تشرب، مثلا تعمل مساج، تعمل حاجه باش تهدئك باش ترقد، لكن كابتن اسلام بوجلبان عجيب يعني، ليله مباراه يعني قول له اش تشرب انت باش ترقد، حتى انت باش تستغربها شويه الحكايه، استغربها شويه. وتحيه لكم كبيره اخرى وربي يوفقكم. نجم كبير طبعا، لا نفتي من احسن لاعبين يعني في الجيل 2004 ل 2008 و9 من احسن اللاعبين في النادي الصفاقسي يعني، صانع العاب اللي تتمنى هي فريق وقتها، كان تعبنا في الماتشين الحقيقه. لا لا يعني وعلاقتي به كبيره، لانه كريم النفطي وقت صغير، كان صغير وطلع وكان معايا حتى في نفس الغربه في النادي، في نفس الغرفه في النادي الصفاقسي، شاب صغير وقتها مميز واخلاقه عاليه ولعيب ممتاز، ف
خليته قريب مني كثير. نتمنى له كيف هو تو مدرب مساعد في النادي الصفاقسي، نتمنى له ان شاء الله مسيره تدريبيه ناجحه كما كان لعيب كبير. ان شاء الله نشوفه يوم مدرب الصفاقسي، وان شاء الله نشوفوه مدرب ناجح. قال اش كان يشرب انيس قبل ما يرقد؟ ممكن هذه غريبه، هذه اللي ما فهموهاش. يشرب قهوه ويروح ينام، يشرب قهوه ويروح ينام، مش ممكن، كان غريب جدا. دي حقيقه، بصوا يا جماعه دي حقيقه فعلا. انيس يشرب قهوه ويقول لك انا عايز انام. طب يا عم الناس بتشرب القهوه علشان تصحى، هو بيشرب القهوه عشان ينام. اه ودي ممكن بالحق غريبه، غريبه جدا. انا اشربها 9 ونص انام 10. يعني دي غريبه جدا يا انيس فعلا. وانت عارف للغايه لليوم يعني بس تو وليت نشربها متاخر الساعه 12 ممكن انا ومراتي وبعد نرقد وتقوم جاي نايم ونايم على طول. غريبه جدا لكن ماشي. انيس برضو الناس عايزه تعرف علي معلول وكيفيه وجوده في نادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله، علي معلول واحد من مفاتيح اللعب الكبيره جدا في النادي الاهلي حتى الان، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه كمان، لسه اعتقد ان هو هيقعد سنين اخرى ان شاء الله في النادي الاهلي. اه طبعا علي معلول يعني لما جاء النادي الاهلي كان كابتن النادي الصفاقسي وكان هداف الدوري، يعني هداف يا هداف الصفاقسي يا هداف الدوري 13 هدف، يعني كان لاعب مميز جدا وكان لاعب فارق يعني في الـ في الـ في, الـ في النادي الصفاقسي. علي معلول خلاف الجانب الفني الجانب الانساني والاخلاقي، يعني تحسوا اخلاق، يعني الحمد لله انه اي حد يطلع من مدرسه الصفاقسي هي نفس اخلاق ومدرسه النادي الاهلي، فركب بسرعه. ممكن الناس ما تعرفش انه عليه الست شهور الاولى ما كانش الامور ما كانش سهله في النادي الاهلي، لانه فتره التاقلم نتاعو طولت شويه طولت شويه يعني، لكن ممكن هو كان ماتش اللي غير ممكن مباراه الربع النهائي في الشامبيونز ليج الافريقي ضد الترجي في 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 رادس، هي اللي ممكن بدايه ولا انطلاقه علي معلول مع النادي الاهلي بين الشوطين. كان ممكن علي معلول ما عادش موجود في النادي الاهلي، يعني لانه نذكر المباراه اسلام ضربه جزاء ظهر لي من علي، من بعد المباراه هي كانت انطلاقه علي المعلول. كنت متاكد من نجاحه علي، معناها ما كنتش انا اللي جايبه للنادي الاهلي، يعني كان عنده علي ما شاء الله جايب اثنين وكلاء في لما جاء النادي الاهلي ظهر لي مصريين وتوانسه، لكن طبعا جاي النادي الاهلي لازم يسالني فنصحته. لأن وقتها كان عنده عروض من فرنسا عليه، كان مطلوب جدا في الفترة هذه، نصحته قلت له النادي الأهلي راهو فريق أوروبي، وأنا يعني الحمد لله كي نشوف علي معلول ناجح نفرح، لأنه بنجاح علي معلول في النادي الأهلي ونجاح فرجاني السيسي في الزمالك فتح الباب لكثير توانسة، وشفنا اليوم ما شاء الله لاعبين التوانسة الموجودين في الدوري المصري لاعبين كثير، وأول يعني هما كان لهم دور يعني، واي نجاح بالنسبه لنا احنا يعني اي نجاح برا تونس ويفتح الابواب للناس اخرين تجي فاكيد فيفرحني. علي معلول الحقيقه ودور كبير جدا مع النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله متالق يعني، هو وعلي وبقاله فتره طويله جدا جدا متالق. جت فترة في النص كده مستبعده المدير الفني للمنتخب التونسي لو تفتكر قبل أمم أفريقيا على طول، وألان جريس على ما أتذكر يعني جريسي. الأمم الأفريقية الأخيرة اللي في مصر اللي كانت في مصر. هل ده تفتكر إن ده إيه اللي حصل في تونس ساعتها؟ أنا عارف إن الدنيا في تونس اتقلبت يعني. أكيد يعني القرار ما كانش سهل، يعني ممكن الناس مشيت لبعيد، يعني ممكن كان القرار أكثر من فني، لكن علي ما عندوش مشاكل اللي كان يثير الاستغراب انه يعرفوا انه علي معناها ما عندوش مشاكل ومش اللاعب المشاكس ولا يعمل مشاكل، فكان اختيار او خيار غريب جدا وغلطه، لانه بعد الامم افريقيا على طول علي معلول رجع لمكانه غريبه جدا يعني تونس، فغلطه. وبعدها حتى المدرب يعني ممكن من اسباب ممكن مش عارف أنا، لكن المدرب بعد امم افريقيا مشى يعني مش مشي على نفسه، ممكن من اسباب انه الاتحاد التونسي او المسؤولين على كره القدم في الاتحاد التونسي شافوا انه من اخطاء ممكن انه علي ما كانش موجود مع المنتخب.
طيب أليو ديانج برضو واحد من اللاعبين الكبار اللي اللي موجودين في نادي الاهلي وكان له ظروف خاصه في وجوده مع النادي الاهلي وتاخد رايك فيه برضو على ما اتذكر آه. لا اكيد أليو ديانج لانه كان يلعب في الدوري الجزائري في مولديه مولديه العاصمه العاصمه يعني لاعب مميز يعني مميز شفته عن قرب وابهرت بامكانياته لانه لاعب قوي وسريع وحريف يعني صعب انك تلقاها المعادله هذه في كان مش نبنى يعني في الجزائر تعرف الدوري الجزائري منجم تاع لاعبين واحنا في تونس نتبعوا كثير الدوري الجزائري لانه اللاعب الجزائري يعتبر لاعب محلي فاللاعب كان عنده يعني ظهر. كنت تتوقع النجاح لأليو ديانج؟ مو متوقع كنت معناها صعب الامكانيات هيك الكل ما تنجحش يعني حتى هو بدايته كانت صعبه في النادي لسه كنت هقول لك عشان كانت البدايه صعبه يعني شوف اسلام يعني حتى في اوروبا ممكن علاش يجيبوا لاعب على 4 أو 5 سنوات لانه ديما يحطوا سنه اولى تاقلم يعني فعادي انه راهو يعني مش اللاعبين الكل من الاول فلافيو قعد قد ايه فلافيو سنه كامله سنه كامله فمش معناها في ناس تتاخر يعني تاقلم طريقه لعب جديده طريقه نمط عيش جديد عادي جدا انه لكن لما تكون متاكد من الامكانيات وفي لي من اول مباراه يعني على حسب اللاعب لكن ألي ديانج يعني لاعب ذو مواصفات اوروبيه يعني باش تلقى لعيب البروفايل هذا مش موجود مش متاح في افريقيا اخيرا انيس كان لك راي واضح الحقيقه وصريح بعد انتقال بعض اللاعبين من الاهلي وقلت ان فانيله الاهلي هي من تصنع نجوميه النادي الاهلي من تصنع نجوميه اللاعب هل كنت قاصد حد ساعتها ولا كنت تتكلم بشكل عام؟ لا بشكل عام لا بشكل عام يعني بصراحه يعني باش تكون باش تشتري جمهور النادي الاهلي ومش كلام هكا ما يتشراش بالفلوس كما نقولوا مال الدنيا لانه لما شوف انا مبطل وعندي مده ولما ننزل وشوف الترحاب وشوف الناس بتصور معاك وناس تتذكرك فهذا يعني الانسان ما يشوفش الدنيا هذه الا فلوس يعني اوكي الفلوس عندها اهميتها والناس كل لكن طبعا مش على حساب كل شيء مش فلوس او لا شيء لا بالعكس تقدر لانك يعني في النادي الاهلي تعمل فلوس لانه النادي الاهلي برضه بيعطي ارقام فتقدر انك من اجل الشعبيه هذه تضحي لانه ممكن الناس كي تخرج من النادي الاهلي تعرف قيمه النادي الاهلي فهذه نصيحه يعني نصيحه خاصه انه في نجوم تمنيتهم يخدموا حياتهم في النادي الاهلي للامانه لانهم اعطوا كثير للنادي الاهلي نجوم كبيره عندهم امكانيات كبيره اعطوا كل شيء حسام عاشور تحديدا اي حسام تمنيته انه يكمل حتى احمد فتحي تمنيته يكمل في النادي الاهلي لانه هذا مكانهم وحتى بعد الكوره مكانهم في بيتهم في النادي الاهلي لكن الظروف بتختلف بتتابع طبعا الدوري المصري ايه رايك في القياده الفنيه لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي القياده الفنيه يعني اكيد لو نحكيوا ارقام ما شاء الله يعني اثنين افريقيا في سبع شهور في سبع شهور يعني ما تقدرش ما تلقاش احسن من لكن ممكن في نوعا ما من التذبذب يعني يعني لكن اذا باش نتكلموا اذا باش نتكلموا بصفه عامه اكيد انه النادي الاهلي في فتره كان مميز بعد ينقص شويه الاداء وعادي جدا يعني صحيح انه مازال ما لقاش التركيبه الممتعه يعني في 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 في, في مباريات فما النتائج لكن ينقص الاداء وفي حاجة أخرى إسلام أنت تعرفها يعني فما قبول يعني يعني في ناس ممكن تعمل نتائج كبيرة لكن قبولهم مش ولا بد مع الجمهور ممكن هذاك علاش يخلي نوعا ما الآراء يعني مختلفة حول القيادة الفنية بتاع موسيماني في النادي الأهلي بيتسو موسيماني طيب ممكن برضو يعني مثلا لعيب زي فرجاني ساسي واحد من اللاعبين الكبار الحقيقه في تونس وادى مواسم رائعه في السعوديه وهنا في مصر ودلوقتي في قطر، هل ممكن يرجع للدوري المصري ولو رجع للدوري المصري هتنصحه بايه؟ ممكن يرجع مش عارف يعني فرجاني اول حاجه حتى هو لعب في صفاقسي كل الناس ما تعرفش ان بدايته في صفاقسي حتى فعلا فرجاني ساسي بدايته في
في النادي الصفاقسي ومشى لمنتخب تونس عبر بوابة النادي الصفاقسي يعني. بعد راح فرنسا ميدس ورجع الترجي، من الترجي على النصر السعودي، ومن النصر السعودي على الزمالك. باش نصحوا، شوف اسلام يعني على حسب يعني متوفر، ممكن الفرجاني ساسي اكيد انه لاعب كبير، لكن ممكن لما هو يقرر يرجع لمصر ممكن وقتها معناها حتى الفرق اللي نصحوا عليها ممكن مش في حاجه، لانه مش معناها لاعب كبير معناها تجم تلعب في اي فريق. فعلى حسب النقائص الفريق، لانه ما نؤمنش انه لاعب كبير يجي اي فريق، وحتى كان مكان معناها في لاعبين مميزين لا يلزمك تلعبوا لانه لاعب كبير، لانه اعتقد انه خاصه الفرق الكبيره في مصر تجيب لاعبين على حسب نقص الفريق مش على حسب الجماهيريه ولا نزولا عند رغبه الجماهير. طيب بتشوف النادي الاهلي مين من اللعيبه اللي بيعجبك في النادي الاهلي دلوقتي بيفكرك بزمان؟ لا في كثير يعني أفشة ممتع للأمانة، ممتع حلو أفشة ممتع اليودينج قوي مثلا، علي المعلول كيف طبعا بدر البنون يعني مدافع أنيق فكرنا بعباد النحاس شبه حتى عباد الشناوي ما شاء الله يعني يعني عملاق وعلى خطى الحضر يعني في لاعبين كبار، محمد شريف ممكن المفاجأة الكبيرة للأهلاوية الكل، لأنه الأهلي في السنوات الأخيرة يلوج على رأس حربة أجنبي فألقاها في ابنه يعني محمد شريف صح. للأمانة يعني كهربا اللي لعيب اللي يعني عمل ماتش رائع اللي فات، كان رائع ولعيب مميز وما زلت نستناه منه ممكن أكثر في النادي الأهلي، لأنه الناس كلها تعرف إمكانيات كهربا. وليد سليمان طبعا في الجيل هذا يعتبر الاسطوره يعني في مجموعة في في مجموعه مميزه للامانه. اخيرا يا كابتن انيس انت شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيد الحقيقه لما بشوف حد من الناس المحترمه واللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. بحاسبك مع الكاميرا عايزك تقول رساله لكل جمهور النادي الاهلي وفي وجودك طبعا في البيت الكبير ده شرف كبير جدا لينا. طبعا شرف لي اسلام ان يكون معك في البيت الكبير، سعيد جدا اني موجود في قناه النادي الاهلي، سعيد جدا اني اكون موجود معك. ان شاء الله يعني جمهور النادي الاهلي اللي عندي مده ممكن ما شفتهمش اليوم فرحان، اول حاجه بالتعليق نشكرهم لانه كلها ايجابيه وكلها في كتير قوي بس مازال يبرهن على الحب المتبادل بيني وبين الجماهير النادي. كل مره نجي لمصر الا ونكون سعيد، لاني كي نكون يعني كي نحظى باستقبال كبير ولا نحس انه الفرح ولا الفرحه في عيون الناس لما تستقبلك فاكيد هذا كله ما يزيدني الا فخر وسعاده. وان شاء الله يعني اول وثاني حاجه ممكن مصر تغيرت بالنسبه للايام اللي كنت انا موجود، ما شاء الله بنايه كبيره وما شاء الله يعني الامور اختلفت عن زمان كثير جدا يعني وللاحسن للاحسن، وهذه تحسب طبعا لانه بصراحه يعني وليت كما نقولوا احنا قبله يعني الناس كل ولات تحب تجي لمصر ولا تعيش في مصر، فان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله تشوفوني كثير في الفتره القادمه وان شاء الله يعني ان شاء الله معلش لا نرجع نعيش في مصر ان شاء الله. تنور وتشرف في بلدك الثاني، دايما بتنور ودايما بتشرف وسعداء جدا بوجودك معنا انيس، اشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. بارك الله فيك، شكرا اسلام ومتشكر وشكر اخر ليك، متشكر جدا على الاستضافه هذه ومتشكر جدا على الفرصه هذه. متشكر جدا للنجم الكبير، سعيد جدا طبعا بتواجد حد في قيمه انيس بوجلبان الحقيقه، وقد ايه حب الناس من خلال المسجز كل المسجز اللي جايه سواء على الفيسبوك او على تويتر. انا بشكركم طبعا كالعاده الحقيقه جمهور النادي الاهلي وحبه لمن يحب النادي الاهلي، واحد من اللاعبين الكبار اللي انا بشكره الحقيقه على التواجد معانا النهارده. بكره عندي حلقه هامه جدا، الجزء الاول في حلقه بكره طبعا هيكون امير توفيق، وعدت حضراتكم خلال الاسبوعين اللي فاتوا ان هيكون معايا امير توفيق للاجابه عن كل التساؤلات
اللي حضراتكم بتسألوها فيما يخص التعاقدات، فيما يخص أي حاجة في التسويق في النادي خلال الفترة السابقة. والحقيقة اتفقنا أنه هو هيكون معانا إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة، وهننزل لحضراتكم طبعا هاشتاج أمير توفيق، اسألوا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها في الجزء الأول غدا في حلقة بكرة إن شاء الله في البيت الكبير. أما الجزء الثاني، بطل إحنا بنعتبره بطل أولمبي عمر عصر، لاعب نادي الأهلي وواحد من الأبطال الأولمبيين الحقيقة اللي كلنا بنفتخر به وبالمجهود اللي عمله. هو لم يصل إلى الميدالية ولكن كلنا بنفتخر بالمجهود اللي عمله الحقيقة عمر عصر. غدا هيكون معايا في الفقرة الثانية بعد أمير توفيق، وهنلعب هنا ماتش بنج عالمي. خلي بال حضراتكم الإسكندرانية كلهم معظمهم بيعرف يلعب بنج، لأنه تحت البيت في إسكندرية بتلاقي بقى ترابيزات البنج اللي بتقعد تلعب عليها. فبكره هيكون ماتش جامد قوي على الهوا كده بقى مع جمهور النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا وحلقه هامه جدا في الجزء الاول فيها هيكون مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي كابتن امير توفيق، وفي الجزء الثاني النجم عمر عصر على شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم وانتظرونا غدا وحلقه جديده تبدا ان شاء الله في تمام الساعه 11. اشكركم واشوفكم على خير.